طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولك يا سيدي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سؤالي كان هو: هل ممكن واحد منكم يعطيني تعريف بسيط عن شبكة الكمبيوتر؟ دكتور، تفضل. هي شبكة عنكبوتية عالمية لها عدة مميزات وفوائد، منها التواصل الاجتماعي ومنها ما نستخدمها اليوم باسم التعليم عن بعد. ممتاز إياد. يا إياد، لما واحد يسألك عن الشبكة بدك تعطيه تعريف أبسط من ذلك، ما تدخل في العنكبوتية، لأن العنكبوتية هي شبكة عالمية. فإحنا لا، لو بدنا نحكي لك بشكل مجرد عن الشبكة العالمية، هي الشبكة بشكل عام. لما واحد يقول لك شو يعني شبكة، إيش ممكن تجاوبه؟ أقدر أنا؟ تفضلوا أقدر يا شباب، دكتور؟ تفضلوا يا شباب، إيش معنى شبكة؟ يعني إيش تعني شبكة؟ مجموعة من شبكة، الأجهزة مرتبطة مع بعض. أحسنت، مجموعة من الأجهزة متصلة مع بعضها البعض من خلال وسائل الاتصال. بعدين نأتي الآن إلى الهدف، وش الهدف؟ ليش عملنا هذه الشبكة؟ ليش في اتصال بين الأجهزة هذه؟ وش الهدف أو ما هي الفوائد المستقاة من هذه الشبكة؟ تقوم بوظائف البحث. يعني أيوة، البحث، طالما بتبحث عن معلومة، إذا المعلومة ما هي عندك، معلومة عند شخص آخر، صح؟ وبالتالي هذه اسمها مشاركة المعلومات، مشاركة المصادر بشكل عام، سواء كان هاردوير سوفتوير. فإذا الشبكة ببساطة شديدة يا إخوان، زي ما تفضلتوا أنتوا، هذا هو التعريف. يعني عندك اللي هو جروب اوف كمبيوتر سيستمز، ومش شرط تكون ايش كمبيوتر سيستم، عشان كذا قال لك اند اذر كمبيوتر كومبيوتنج هاردوير ديفايسز. الأجهزة الكمبيوتر مش هي يا إخوان الوحيدة التي يتم اتصال الشبكة بينها. في عندك الموبايلات، في عندك، فهي معظم الأجهزة اليوم الإلكترونية يتم الاتصال. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. اليوم يا اخوان معظم الاجهزه يتم الاتصال، يعني بينها وبين الاجهزه الاخرى اتصال. الكاميرات، الموبايلات، التابات، كل الاجهزه تقريبا. ان اذر كومبيوتنج هاردوير ديفايسز، طبعا قلنا يا شباب عشان تنشئ شبكه مرات بتحتاج الى اجهزه اخرى بتساعدك، زي انت عندك عشان تعمل شبكه بينك وبين زملائك في العمل مثلا في نفس المكتب، تجد في عندك اما سلكي او لاسلكي، صح؟ فمثلا عند الاتصال اللاسلكي في عندك الاكسس بوينت اللي هو الواي فاي. معي انتوا يا شباب؟ معك. ممتاز. معك يا دكتور. طب والاتصال السلكي، لو كان الاتصال السلكي، ها؟ اتصال سلكي يعني عن طريق السلك، يعني متصل من الجهاز للجهاز الثاني او الشكل. لا، ما فيش يعني عادة اتصال مباشر بين جهاز وجهاز، هذا يعني صعب يعني نعمله. وسهل يعني تجيب كيبل بس بدك تركبه بتركيب معين، بترتيب معين حتى يعمل اتصال بين جهازين مباشرة. بس عادة لما يكون عندي أكثر من جهاز ممكن نستخدم أجهزة تساعد على إنشاء الشبكة. هذا المقصود بـ and other computing hardware devices، اللي هي السويتش. حدا سمع عن سويتش؟ السويتشات اللي فيها اون واوف يا دكتور، ولا ايش تقصد يعني؟ يا شباب سويتشات، سويتش العادي هذا حق ايوه يا شباب. سويتش يعني هذا السويتشات يا شباب، هذا الصور. لا، ما هي هذه. ليش اعطاني اياها هناك؟ لا، حق اللمبه، صح؟ هذا يا شباب سويتشات، هذا سويتش. اوه، مو السويتش يعني اوكي. هذا لا، سويتش ينشر النت. ايوه، هذا اللي يعمل حلقه الوصل بين جميع الاجهزه حتى يصير بينهم اتصال سلكي. ماشي، داخل نطاق الغرفه الواحده ولا المكتب الواحد. يعتبر مقوي يعني ولا؟ يا لا، مش هي بيشتغل مقوي، بس مش مسألة المقوي الآن يا حبيبي، أنا بس بشرح الآن
مش مساله مقوي يا اخوان. انا الان بشرح لك وش مقصود بانه جروب اوف كمبيوتر سيستمز اند اذر كمبيوتنج هاردوير ديفايسز. شو المقصود باذر كمبيوتنج هاردوير ديفايسز؟ يعني ان انت بتستخدم مرات الاجهزه عشان تعمل الشبكه هذه، بتوصل الكمبيوترات بالمنافذ. شايف البورتس اللي موجود عندك؟ اي نعم. ممتاز. وفي عندك طبعا اذا كان اتصال لاسلكي شو اسمه اكسس بوينت، اذا كان عندك الاتصال ايش لاسلكي، لاسلكي وش اسمه اكسس بوينت، وبعدين تبحث على الاكسس بوينت. فانا بس يا اخوان قاعد بس اوريك صور الاجهزه. هذه الاكسس بوينت عندك، ما هو شو يعني معروف عندك الاكسس بوينت معروف اللي هو المقوي صح؟ هذا مقوي بس مش وظيفته بس مقوي يا اخوان هذا اكسس بوينت وظيفته يربط بين الاجهزه اللاسلكيه. ايش يصير بينهم؟ وزع يعني حلقه وصل يعني دكتور صح؟ احسنت، حلقه وصل. يعني انت والله عندك كمبيوتر وعند زميلك كمبيوتر نبغى نعمل شبكه بينهم، يقول لك يا اخي ما ينفع، لازم يكون في عندك اكسس بوينت، هو ينضم للاكسس بوينت وانت تنضم للاكسس بوينت، صار الاكسس بوينت الان حلقه الوصل بينكم. طيب دكتور. نعم. الحين الورك ستيشن يستخدمون الاكسس بوينت؟ الورك ستيشن يا اخوان قصه ثانيه حكيناها بناء على الميزات اللي عنده. ايوه ممكن يتواصل مع الاخرين من خلال الواي فاي. انا عندي سوبر كمبيوتر ممكن احط شبكه اذا كان هذا مفيد لميزات السوبر كمبيوتر، والشبكه تكون واي فاي، يكون وايرد عادي. وحتى اليوم المين فريم، المين فريم ممكن تتواصل معه، كان زمان لا، سلك مباشر يطلع من المين فريم، ممكن تتواصل معه من خلال الشبكه العاديه. فاهمين قصدي؟ والورك ستيشن. لكن في مرات اجهزه لك لا يا عمي، يعني ما في اتصال واي فاي مثلا، في اتصال وايرد وما في سويتش، يكون مباشره مثلا على كرت مثلا، بضرب لك مثال. هذا بترجع طبعا للمواصفات، بس اليوم معظم المين فريم والكمبيوتر الاتصال بتتم من خلال الانترنت، والسبب في من خلال الشبكه، والسبب في ذلك انه اليوم سرعه الشبكه عاليه جدا. كم سرعه المنفذ السلكي عندك في اللابتوب؟ ما ادري والله. ممتاز. يعني من حوالي 10 سنين 12 سنه واصل لسرعه 1 جيجا بت في الثانيه، 1 جيجا بت في الثانيه، من 12 سنه تقريبا 13 سنه. والواي فاي ما شاء الله الستاندرد اي سي اسمه الجديد، كان هذا ما هو جديد، قبل حوالي 7 سنوات الاي سي نزل، سرعته بتوصل ل 866 ميجا، يعني تقريبا 1 جيجا سرعه واي فاي. وكانت هذه زمان قذفه، كان زمان لما تيجي تقول لي والله عندي مين فريم بدي اشبكه بالواي فاي، يقول لك بطيء او ما استفيدش، او سوبر كمبيوتر مع جهاز اخر ينتمي الى، ما نقول له ما ينفع. اما اليوم يستطيع انه يشبك من خلال شبكه الانترنت، الشبكه المحليه لسويتشات سرعتها 1 جيجا بت في الثانيه. طب الاهداف طبعا مالتها، طبعا ايش الهدف الرئيسي؟ ذات ار لينك توجذر ثرو كوميونيكيشن شانلز تو فاسيليتيت كوميونيكيشنز اند ريسورس شيرنج امونج. لما يقول لك ريسورس مصادر، مشاركة المصادر معناها يقصد فيها الملفات، الملفات الداتابيز، الأجهزة. ليش الأجهزة راح يجينا بشكل سريع الآن؟ Networks are used to facilitate communication via email, video conferencing, instant messaging. طبعاً بتعرفوا إيش الوظائف واللي هي الفوائد. بسهل الاتصال عن طريق الإيميل، عن طريق اللي هي شو اسمه منتديات الفيديو، أو اللي هي اجتماعات الفيديو، واللي هي إيش الرسائل أو الشات، الرسائل النصية الفورية الانستنت مسجنج أو الشات. أيضا وهذا مهم جدا، هذا الفائدة العظيمة، enable multiple users to share single hardware device like a printer or scanner. أنت عندك الآن مكتب، المكتب فيه 20 موظف، 20 موظف كل واحد يحتاج إنه يطبع، بس انا ما في عندي امكانيات والله اوفر يا الحبيب لكل موظف طابعه. ففي هذه الحاله بلجأ للشبكه، طالما بينهم شبكه استطيع ان استغل هذه الشبكه لمشاركه طابعه، اشتري طابعه شبكيه واعملها شيرنج، وبالتالي يصبح الجميع قادر على استغلال واستخدام هذه الطابعه. واضحه مسألة؟ فبصير ال 20 موظف يستخدموا طابعه واحده ويتشاركوا فيها في طباعه ملفاتهم مستنداتهم. وايضا يا شباب انيبل فايل شيرنج اكروس ذا نتورك. وطبعا الفايل شيرنج اللي هي انا رجال عندي داتابيز، الداتابيز فيها عملاء الموظفين، ما اقدر والله انزل الداتابيز على جهاز كل موظف، لكن انا ايش بعمل شيرنج لهذا الداتابيز، فبصير مشاركه لهذا الملف، ملف الداتابيز، وبصير الجميع يستخدم الداتابيز. عشان كذا تروح شركه الاتصالات تجد عندك 20 موظف، 20 موظف قاعدين بيستخدموا نفس قاعده البيانات لما يبحث عنك كعميل ويطلع بياناتك.
ونفس القاعدة البيانات بتخدم بنفس الوقت إيش موظفين آخرين، فهذا اسمه شير فايل شيرينج، بالإضافة طبعاً للفايل شيرينج الأمور الأخرى. يعني واحد رجال بده يعني إيش يرسل ملف أو يشارك ملف مع آخرين، فبرسله عن طريق الإيميل أو عن طريق غيره، أو بعمل شير إذا كان بده يسمح لهم الوصول إلى جهازه، بعمل شير لمجلد هذا داخل جهازه، بصير الجميع يستعرض هذه الملفات اللي عملها شير. Allow for sharing of software or operating programs on remote systems. طبعا يا شباب ايضا من ميزة الشبكات وهذا الشيء عظيم انك انت تستطيع انك تشارك في يعني software او operating programs، البرامج التشغيلية، حتى نظام التشغيل نستطيع ان نشارك فيه. اليوم لو جيت على الجامعة انت عندنا في عندنا تقنية الـ VDI، وتقنية الـ VDI هذه هدفها الرئيسي هو اني انا اوفر نسخ على الجامعة، سعر النسخ على الجامعة. يعني مثلا أنا رجال بدي عندي نظام تشغيل ويندوز، أنا بصراحة ما أقدر أشتري نظام تشغيل ويندوز بسعره هذا مثلا خلينا نقول لألفين ثلاثة من الأجهزة، بطلع عندي مبلغ خيالي. لو كان عندي إمكانية أنه يتشاركوا ويكون في عندي سيستم معين زي الـ VDI، وبالتالي هنا في هذه الحالة بقدر أنزل نسخة واحدة على السيرفر من نظام تشغيل وأعملها إيش شير لجميع الطلاب، فكل كل طالب بدخل على جهازه، بدخل على الحساب ماله، بيطلع له ايش الديسكتوب ماله، وا 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 وفكر انه هذا الجهاز له او هذا نظام تشغيل خاص بجهازه، لكن لا، هو قاعد هذا نظام تشغيل يخدم حوالي 2000 طالب بنفس الوقت. هذا مشاركه لانظمه التشغيل، ايضا بالاضافه لمشاركه البرامج العاديه. يعني مثلا انا واحد قاعد فاتح قسم برمجه مثلا في الجامعه، قسم برمجه مثلا بدنا مثلا الفيجوال بيسك، الفيجوال بيسك هذا يا اخوان غالي ومكلفه، عشان كده احنا بننزلها على السيرفر وبنعملها شيرينج، فبصير كل الطلاب اللي على الشبكه يستخدموا ايش، تطلع عنده ايقونه الفيجوال بيسك يفتحها وتتحمل من مين، من السيرفر مال الجامعه. فكده انا شاركت ووفرت على الجامعه فلوس النسخ. واضحه يا شباب؟ اللي عنده سؤال يسال. واضح واضح. وميك انفورميشن ايزير تو اكسس اند مينتين امونج نتورك يوزرز، وهذا بيساعد على انه توصل للمعلومه او للملفات بشكل سهل جدا وانت قاعد في بيتك وانت قاعد على مكتبك. ما في داعي تقوم والله يلا رجال روح خذ لي على الملفات مالته من الفلاش، لا خلاص انا بيني وبينه شبكه، برسلها على الايميل بعملها شيرنج، المهم بتوصل لي بسهوله. بالاضافه انه لما يجي يعمل مانتين يعني بده يعدل على الملف، ما فيش داعي والله يا شباب ترى انا عدلت على الملف، ترى خلاص انت بتعدل على الملف مالك، انت عامل له شير خلاص هو تلقائيا اللي راح ياخذه الان راح يكون التعديل موجود مع الملف نفسه. دكتور لما انا اعمل شير لاحد يكون له اكسس كامل للجهاز حقي؟ لا طبعا مش اكسس كامل، انت بتتحكم انك تعطيه الاكسس. انت لما تعمل شبكه الان في نوعين من الشبكه، يا اما ورك جروب يعني انك انت رجال بتعمل شبكه للموظفين كل واحد مسؤول عن جهازه، او النمط الثاني كلاينت سيرفر. كلاينت سيرفر هذا ما هو كيفك، هذا السيرفر هو الان انت اللي بتحدد البوليسز، لو كنت انت النتورك ادمنستريتر مسؤول الشبكه انت بتحدد البوليسز ايش يتحكم بالشبكه، لما واحد يعمل شير شو المسموح للشخص الاخر لو بده يوصل لهذا الجهاز، لو 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 لو. اما الورك جروب لا، انت اللي بتحدد البوليسز مالتك الخاصه فيك، انا عملت شير ايش المقصود في الشير، وتحدد تبغى يعمل تعديل قراءه فقط، تبغى لا يقرا ويعدل، فانت اللي بتعطي الصلاحيه لو كان من نوع الورك جروب اللي مجموعه العمل. اما اذا كان كلاينت سيرفر، السيرفر هو المسؤول، واذا كنت انت مسؤول الشبكه يعني لك صلاحيه في الدخول على السيرفر وتحط السياسات وتحط السياسات اللي تبغاها. اما ما في سداح مداح، سداح مداح اذا انت اعطيته انت على راحتك، انت تتحمل مسؤوليه. طيب في عندنا نتورك تايبس، طبعا اكثر علم مر علي وانا طالب في تصنيفات، تصنيفات حسب ايش الجيوغرافيكال اريا، تصنيف النتورك حسب ايش اورينتد ولا اورينتد ليس، تصنيف الدوبلكس ولا هاف دوبلكس ولا فول دوبلكس. يعني كان بصراحه علم الشبكات واسع جدا وفي اكثر من وجه حتى تصنف الشبكات، لكن احنا الحمد لله تسهيلا عليكم لانه انتم مش مهم عندكم، انتم مش تخصص الشبكات، بس تاخذ معلومات عامه، والمعلومات العامه اللي هي انه نصنف الان الشبكات حسب الحجم. Three major types of network designed to operate over the area they cover. الشبكات اللي بتغطي مساحة، هذه المساحة الآن بنصنفها بناء يعني بنصنف الشبكات بناء على المساحات اللي بتغطيها. في عند اللان وهي الأكثر شهرة عندكم كطلاب أو كأشخاص مرت عليكم، اللي هي اللان local area network اللي بسموها الشبكة المحلية.
وفي عند المان، وهذه يعني المان أصبحت اليوم قليلة لأنه معظمها الآن وان متروبوليتان إيريا نتورك. هذه بتغطي مدينة، هذه بتغطي مساحة جغرافية زي مكتب زي بنانية لان، بينما المان بتغطي تقريبا مدينة يعني 20 كيلو في 20 كيلو تقريبا أو أقل شوي. الوان وهي الأوسع اللي بتغطي العالم كله تقريبا، أو بين البلدان، بلدان كاملة وبين البلدان نفسها، نسميها الوايد إيريا نتورك. طيب ناتي الى اللوكال اريا نتوركس. اللوكال اريا نتوركس زي ما هو كاتب لك نتورك ان سمول جيوغرافيكال اريا، الروم، البيلدينج، الكامبس. وطبعا مرات بيجي بالامتحان عندك which one of the following network types is used to cover، ايوه كفر ايش؟ روم. وبعطيك الخيارات، فانت ايش عندك؟ لان لان. فمرات بيجيك الاسئله كده عكسيه، بقول لك البيلدينج وش افضل نوع شبكات لتغطيه البيلدينج او الكامبوس اللي هو الحرم، حرم الجامعه، حرم المستشفى. وعندك المتروبوليتان اريا نتوركس، هذه ايش؟ ان اسيتي ايش؟ لا تغطيه السيتي. واليوم والله هذه بالكتب الحديثه ما يذكروها، لانه اصلا اصبحت تغطيه السيتي كلها تدخل ضمن ايش؟ الوان. كان زمان المدن صغيره كان يستخدموا يعني تقنيات للربط بين اجزاء داخل المدينه الواحده بين اجزاء اطراف الشبكه اللي من خلال البريدج، البريدج اللي هي الجسور، او من خلال المايكرويف. مايكرويف مش لتسخين الطعام. واحد يقول لي والله مايكرويف لتسخين الطعام، لا مايكرويف هذا للشبكه. ماشي دكتور؟ نعم. طيب الحين اذا جتنا الشبكه الثانيه مع الشبكه العالميه، وش المقصود بالشبكه؟ لا جاب لي السؤال، قال لي جيب افضل شبكه للسيتي للمدن. للمدن طبعا انت بتجاوب هنا، هذا كاتب لك سيتي. طيب طيب يا دكتور، مو بافضل جاوب الوان لان هي على الدول تكون يعني اكبر ويمديها تكون على السيتي. يا شباب هي المساله هذه مش فلسفيه، لما يجيك سؤال مباشر في الامتحان فانت مرجعك الرئيس هو المذكره، لكن انا كمدرس ممكن اعطيك تلميح انه يا عمي هذه في كثير من الكتب الحديثه الغيت اللي هي المان، والسبب في ذلك انه خلاص دخلت الان تغطيه المدينه في الوان، لانه المدن اليوم اتسعت حجمها صار اكبر. بس انا امشي على السلايد. انت تمشي على السلايد، انت تمشي على السلايد. بس الاجهزه اليوم المستخدمه يا اخوان، احنا عندنا اهل الشبكات ما عندنا شيء اسمه لان ومان وان بس للمساحه. يعني انا بعدين بفهمك اياها هذه، بعدين بفهمك اياها، بس خلينا نجي على الوايد اريا نتوركس. الوايد اريا نتوركس الفرق بينها وبين البقية الاثنين انها بتربط بين ايش؟ بين شبكات، مش بين اجهزة بس. الجهاز تابع لشبكة، وجهاز تابع لشبكة، هاي شبكة محلية. شبكة محلية اللي هي عندك في البيت عامل شبكة بينك وبين اخوانك، مع شبكة محلية اللي هي في الجامعة، مع شبكة محلية، بنربط بينهم نستخدم وانز. فهي فعليا الربط بين شبكات في الوانز. على العموم network spread geographically اللي هي بتغطي ايش؟ cover countries all across global اللي هي ايش؟ بتغطي مستوى العالم او ايش؟ الكونتري بلد. وضارب لك هنا بالصوره زي ما انت شايف، هنا عندك اللان هذا بيلدينج، حاطط لك هنا سويتش او هاب ورابط بينهم بالاسلاك اذا كان سلكي، ووصل بين هذه النقطه الحمراء مع النقطه الحمراء من خلال هنا سويتش او راوتر. اما بالنسبه للمان اللي هي لاحظ بيلدينج مع بيلدينج، بيلدينج مع بيلدينج داخل المدينه الواحده من خلال البريدج او من خلال ايش؟ الفايبر كونكترز. وفي عندك الوان بين البلدان تيجي تحت البحر كذا، الكيابل، مؤسسات الاتصالات اللي هي مسؤوله عن توفير هذا الاتصال. طبعا في شركات عظمى بتمد الكيابل بين الدول وبعدين تستاجرها، بتاجرها لمين؟ لشركات الاتصالات في داخل هذه البلدان زي الاس تي سي وزي موبايلي وغيره. وزين دكتور، هل ممكن الوان تكون لاسلكيه؟ لازم تكون ايش؟ ممكن تكون ايش؟ ممكن تكون لاسلكيه ولا لازم في سلك؟ لا طبعا ممكن تكون الوان لاسلكيه من خلال الاقمار الصناعيه، من خلال الاقمار الصناعيه. اليوم الاقمار الصناعيه مش من اليوم، من زمان الاقمار الصناعيه بتوفر لك امكانيه الاتصال. ويعني الاتصال، خلينا بس لما نناقش الموضوع، بس قبل ما نناقش الموضوع حاجي على هذه النقطه اللي انت تفضلت فيها الان راح اجي، بس قبل ما يعني ننهي الموضوع، المهم انه انت الان عرفت المساحات الجغرافيه اللي تقريبا مناسبه كل مساحه دكتور. مع مين؟ مع النوع. لكن طول لي بالك شوي دكتور. نعم. الحين جميع اللي هو الثلاثه الانواع تجي سلكي ولا سلكي؟ ايوه طبعا كل الانواع الثلاثه سلكي ولا سلكي. نعم
كل الانواع الثلاث يا اخوان، في عندك لان سلكي، في عندك لان لا سلكي، وانت قاعد في البيت اصلا انت عامل شبكه بالاصل، هذا الراوتر اللي جابه من اس تي سي ولا غيره، ما هذا عامل شبكه بينك وبين اخوانك في البيت، وهذه الشبكه اصلا اذا كانت واي فاي لا سلكي، واذا مديت كيبل بينك بجهازك وجهاز اخوك في البيت وكذا كيبل لكل واحده اصبحت سلكي. ونفس الشيء بالنسبه للمان والالوان، الوان تعتمد الان على الكيبل فايبر اوبتيك، بس في دوله يا اخي بعيده ما اقدر ابدلها سلك، ما بصراحه مجزي مني انا اروح ادفع سلك راح يكلفني مثلا 2 3 400 500 مليون تحت البحر حتى اوصله لهذه الجزيره اللي ما في عدد سكانها 6000. طب يبغوا يشبكوا ويكونوا عضو في الشبكه العالميه، بقول له يا عم من الاتصالات اللي هي الساتلايت، اسف، من الاقمار الصناعيه. واضح كلامي يا شباب؟ واضح واضح. فمش كل المدن يا شباب مغطي سلكي، هذه شيلها، ولا كل البلدان مغطي سلكي. يعني والله اروح امد لك سلك عشان اغطي لك التبت، قاعدين في اعلى قمه في العالم، مش لا والله اخوي ما امد لهم سلك هذول الشركه، حتى شركه الاتصالات الصينيه ما تمد لهم، يقول لك يا عمي ايش اجي امد له سلك هذا، خلاص تبغى تشبك اشبك من الستلايت. وان كانت الصين طبعا هذا الكلام يعني مثال مش صحيح، لانه الصين لا لازم تمد لهم كابل حتى تعمل سيطره على المعلومات. طيب راح اجي على النقطه اللي سالها زميلكم قبل شوي، انه سلكي ولا مش سلكي في هذا السلايد، بس عشان انا ماشي بطيء فيا ريت. طيب انت السلكي ولا اللاسلكي الاقمار الصناعيه؟ الاقمار الصناعيه مين احسن؟ اسرع. الاسرع طبعا لما يكون عندك السلك، السلك اسرع وافضل، والسبب في ذلك انه السلك اليوم فايبر اوبتيك، وما في عندي سرعه حتى بالواي فاي تصل الى سرعه فايبر اوبتيك. فبقى عندك انت بتتكلم عن الجيجا، انت بتتكلم عن 80 جيجا 120 جيجا، يعني 120 جيجا هذا معلومه القديمه جدا سرعه الفايبر. الفايبر ها اوبتيك، اوبتيك مش فايبر لوحده، في فايبر وفي فايبر اوبتيك الالياف الضوئيه، سرعتها القديمه قديمه معلومه عندي موصله 120 جيجا، هذه قديمه قديمه. شوف اليوم الاجيال الجديده كم سرعتها. فالاتصالات اللاسلكية زي الساتلايت ممكن يصل سرعتها 100 ميجا 200 ميجا، سرعة عالية برضو مش بسيطة، بس إيش ما بتصل للسلكي. وطبعا السلكي لما نتناقش الآن راح تجد أنه أأمن، الدول بتحب دائما الاتصال السلكي لأنه الاتصال اللاسلكي ممكن يتجسس عليه لأنه هو ببث الإشارات، فراح تصل للشخص المرغوب والشخص غير المرغوب هاي الإشارات، بينما السلكي لا موجه. نأتي الآن إلى الإنترنت. فالإنترنت يا أخوان وش قصتها؟ الإنترنت هذه الآن أوسع، هذه المسألة الآن أوسع. بين قارات. إحنا الآن نتحدث عن الإنترنت للشبكة العالمية، صح؟ صح. اللي جزء منها، جزء منها الشبكة العنكبوتية. فأنت عندك هنا سويتش مثلاً، هذا سويتش سلكي ممدود منه سلك 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 سلك، هذا رايح لكمبيوتر. هذه الشبكة بنسميها لان. هذه مش شبكة بنسميها وشو؟ لان. لأنها داخل مبنى. داخل مبنى، داخل بيت، هذه بنسميها لان. الآن عندك الحبيب هذا اللان ممكن تشبكه للان آخر في مبنى آخر. تشبكه من خلال البريدج أو من خلال هذا سويتش ثاني، من خلال الجسر يعني. وهذه كمبيوترات. مو كذا دكتور يكون طريق المان احسن من فانا استخدم المايكرويف او استخدم ايش البريدج يتواصل بين الشبكه هذه والشبكه هذه. يعني مثلا عندنا احنا الان الجامعه، الجامعه داخل المبنى صح، داخل مبنى شبكه محليه داخل المبنى، ولكن المشكله انه الجامعه لها فروع، في عندك في القطيف، في عندك في كذا مثلا، انا بضرب مثال، سيبك من القطيف وسيبك منها، خلينا نقول داخل الدمام فبهذه الحالة بدي استخدم مثلا بريدج على اساس ان المسافة مش بعيدة، يعني داخل المدينة الواحدة بستخدم بريدج، فصار الان هذا مان لانه من مبنى لمبنى، من مبنى لمبنى احسن داخل المدينة. طبعا الان لو فرضنا انه عندك الان شبكات ماشي، الان امسح لي هذه، خلصنا من المان. لو فرضنا انه الجامعه بدها تتصل مع ايش شبكات اخرى، شبكه الراجحي وشبكه الكذا وشبكه جامعه الامام سعود، تحتاج الوان وجامعات اخرى وكذا، اذا بهذه الحاله بده يكون عندي شبكات كثيره على مستوى المملكه ومستوى العالم، مش مستوى بس المملكه، مستوى العالم. ها
هذا عندك سويتش وهذا كمبيوترات، هذا سويتش وكمبيوترات، هذا في أمريكا، هذا في البحرين، هذا في كذا، هذا في كذا، هذا في كذا. الآن عشان أوصل بينهم ذول، شو بين الشبكة هذه والشبكة هذه والشبكة هذه والشبكة هذه، هي إيش؟ الوان. هي إيش؟ إيش هي؟ الوان. أحسنت. الوان هذه الشبكة الموسعة وايد إير نتورك هي إيش؟ مصدر شبكة إيش؟ الإنتر نت. الإنترنت. إذا الإنترنت هي مجموعة من إيش؟ واحد شبكات. اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة شبكات. أحسن، مجموعة من الشبكات المتصلة مع بعضها البعض على مستوى العالم. هذا الآن الاتصال بين هذه الشبكات، تستطيع إيش أنت الآن التواصل مع الآخرين من خلالها. فالإنترنت is a global network، شبكة عالمية تربط that links computer networks، تربط الشبكات. شوف ما قال لك تربط كمبيوترات، ما هي طبيعي ما تربط كمبيوترات بس، هي بالأصل بتربط الوان بين مين؟ شبكة في جامعة كذا مع شبكة كذا مع شبكة الراجحي مع شبكة بندا مع شبكة كذا، فهي تربط بين الشبكات. طبعا لما تربط بين الشبكات ما هي تلقائيا الأجهزة مرتبطة بهذه الشبكات لأنها ربطت بين الأجهزة. ماشي يا شباب؟ ماشي ماشي ماشي. All over the world so the users can share resources and communicate with each other، يمكن الاتصال مع بعضهم الآخر من خلال والله مكالمات، من خلال الإيميل، من خلال اللي هي الزوم وغيره، الميتينجز، اللقاءات، وايضا ايش مشاركه المصادر زي ايش المعلومات زي الملفات زي يا سيد عزيز اللي تبغاه. البيبل يوز ات از ا ميديوم تو كونكت وذ اذر بيبل، يستخدموها كوسيله للاتصال مع الاخرين، الفايل شيرنج مشاركته وانترتينمنت اللي هي التسليه انترتينمنت والانفورميشنز وكثير من النشاطات الاخرى. الان ناتي على عمليه الاتصال بالانترنت. انت في البيت كيف تتصل في الانترنت؟ كيف تتصل في الانترنت؟ ايوه بس كيف تتصل؟ كيف تتصل في الانترنت؟ رحت على شركه الاتصالات ولا لا؟ ايوه اي اطلب منهم شريحه. احسنت، ليش رحت على شركه الاتصالات؟ ليش ما كذا؟ عشان يعطوني شريحه. عشان وشو؟ عشان الشريحه احطها بجهاز تشتغل واشبك عليه واي فاي. احسنت، اذا انت وسيله اتصالك بالانترنت منك انت ولا من شرك من شركات مخصصه؟ من شركات مخصصه. احسنت، اللي هي شركات الاتصالات زي مين؟ زي زين، زي موبايلي، زي تي سي. احسنت، وغيرهم الشركات زي هذه شركه شو اسمها جو مثلا، زي هذه الشركات. هذه الشركات اخي الكريم مختصه بانها ايش؟ تشبكك مع الشبكه العالميه، لازم تدفع لها اشتراك وتعطيك اهم شيء بطاقه الدخول على شبكه الانترنت وهو الاي بي اللي راح يجينا لاحقا، وهو عنوان لا اللي هو انك اصبحت عضو في هذه الشبكه العالميه، عنوان الاي بي، هذا مهم جدا. طيب الان يا سيد عزيز عندك اذا الاتصال بالانترنت مش سداح بداح، والله شريت كمبيوتر معناته راح اتصل بالانترنت، لا يا حبيبي، لازم تروح شركه الاتصالات المزوده لخدمه الانترنت اللي احنا نسميها وشو؟ الشركات المزودة لخدمة الإنترنت إيش اسمها؟ ISP إنترنت سيرفيس بروفايدرز، اللي هي شركات المزودة بخدمة لخدمة الإنترنت، زي مين؟ STC موبايل يرحمكم الله، زي إيش؟ جو، زي زين، وهكذا، اللي هي companies شركات ذات provide the users بتزود اليوزر بإيش؟ بالدخول بإمكانية الوصول with access to internet. واضحة هذه ISP. إذا STC شو اسمها؟ ISP. أحسنت، مزود خدمة ISP. والزين وا قال لك وجو، أيوة نفس الشيء. الاتصال لما يروح أنت عندهم بقول لك راح يجيك الفني عندك. عندك والله علبة صغيرة فيها سلاك تليفون عند العمارة يمد لك خط، هذا وايرد ولا وايرلس؟ هذا واير سلكي، بمد لك إياه بقول لك يلا أنت وين ساكن؟ في الدور الثالث، بمد لك السلك على الدور الثالث. طبعا هذا السلك هذا لان صح؟ نعم هذا لان صح؟ لا ما هو لان، احنا ما جينا للان وان، صبر الواير البيلدينجز، صبر يا اخوان صبر. الان هذا انت آلية الوصول لشبكة الانترنت، كيف انك تشبك؟ قلنا بتروح على شركة الاس تي سي صح؟ مزود خدمة الانترنت.
الآن بدهم يشبكوا لك كيبل، إذا بدك كيبل بيشبكوا لك كيبل، إذا بدك شريحة بيانات ببيعوا لك شريحة بيانات. هذا شريحة البيانات سلكي ولا لا سلكي؟ لا سلكي. لا سلكي يا الحبيب. أما واحد قال لا يا أخوي أنا أبغى سرعة عالية وفايبر، تبغى فايبر وتبغى تعمل داونلود 80 ميجا وتبغى كذا وتبغى أيوة، إذا نمد لك سلك إحنا الآن وين أنت ساكن؟ آه من يجي صح، بيجي الفني عندك ومد لك السلك طبعا حسب اشتراكك وحسب المواصفات. في عندك فايبر، في عندك فايبر أوبتيك، الشركات عادة تشترك فايبر أوبتيك تعطيها أظن أكثر من 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 300-400 ميجا داونلود ماشي. عندك واحد بيقول لك فايبر انا بمشيني 80 مثلا، مشيني 80 وهكذا. واحد بيقول لك دي اس ال، دي اس ال صار كم؟ اي دي اس ال كم يصل الاي دي اس ال؟ 23 20 ميجا الاي دي اس ال اليوم كم؟ المهم قليل الاي دي اس ال يعني 20 ميجا. المهم ان هذا كله وايرد يا الحبيب. الان انت داخل بيتك هذا الاتصال بده يخدمك جهازك لوحده ولا بده يخدم العائله كامله؟ عائله كامله، عائله كامله. الان هذا الان في الجهاز اللي انت بتجيبه زي الراوتر مال اس تي سي ولا الراوتر مال موبايلي، هو الان بيعمل لك شبكه محليه. شو اسمها؟ لا لا احسنت. احنا بس بنحكي الان كنا بنناقش وسيله الاتصال بالشبكه بالانترنت. اما بعدين شبكه محليه ويستخدم الانترنت اكثر من واحد ويعمل ايش الاي بي شيرنج، هذا شيء ثاني. طيب وشلون الان نتصل بالانترنت وايرلس؟ عبر المودم. احسنت، المودم. بس لا يا الحبيب، هو المودم هذا بوفر لك امكانيه داخل البيت تتحرك لاسلكي، بس هو انت فعليا مشبوك بسلك صح؟ انت جاب رجال ومدل لك سلك ما ترك لك الشريحة. الآن اللاسلك مثل الشريحة، شفت الشريحة اللي من خلال أبراج الاتصالات؟ هذا اللاسلك يا الحبيب. أما اللي في البيت عندك، اللي في البيت عندك الراوتر هذا جاي سلك، هو فعليا الاتصال سلكي بينك وبين مزود خدمة الإنترنت. سلكي ولا لا سلكي؟ سلكي. سلكي بس أنت داخل البيت عشان يسهل عليك التنقل داخل البيت خلى لك إياه واي فاي، وإذا ما تبغى واي فاي في عندك بورتات وراء الجهاز، هذه سلكي. طيب اذا الشريحة لاسلكي، وعندك قلت لك ايش ايضا وسيلة اخرى اتصال بمزود خدمة الانترنت لاسلكيا، وشو؟ او بالانترنت لاسلكيا وشو؟ الاقمار الصناعية. بالاقمار الصناعية. قلت لك يا الحبيب والله يا اخي احنا في عندنا قرية قاعدة في الجبال، وهذه القرية عدد سكانها ما يزيد على 2000 ويبغون انترنت. والله انا احسبها كشركة اتصالات والله مكلفة، امدلهم اسلاك لتطلع فوق حوالي 40-50-60 كيلو عشان ما يشترك غير 200 واحد. فبعطيهم خيارات اللاسلكي، خيارات اللاسلكي اللي هي شريحة البيانات أسهل صح؟ طب ما في شريحة بيانات زمان، ما في زمان شريحة بيانات. إذا بدي ألجأ أقول له يا عمي أنت دبر نفسك. دبر نفسك شلون؟ بروح الرجال فاتح قنوات الدش في كل قنوات في الأقمار الصناعية، عرب سات ولا في قناة اسمها قناة إيش تسويق، قناة إيش تسويق، في قنوات تسويق ما تفتحها قناة التسويق اللي تقول لك تبغى تستأجر من عندنا قنوات تلفزيونية أو غيره، من ضمنها قنوات إيش اللي هي التسويق، بتقول لك تعال نشبكك على الإنترنت من خلال أقمارنا الصناعية زي سكاي. هذا قمر أوروبي كان في الأردن كثير مشهور. ليش؟ لأنه الناس النت كان بطيء، كان 128 كم سرعة مقهى الإنترنت، كان سرعة مقهى الإنترنت زمان في بداية الألفينات كم سرعتها مقهى الإنترنت في 20 جهاز؟ 128 كم؟ كيلو. كيلو بايت. كيلو 128 كيلو. فالرجال هذا ال 128 كيلو ما هي رايحة بس للداونلود يا الحبيب، رايحة داونلود وأبلود، داونلود وأبلود. يعني اللي فعليا للداونلود يمكن ما يزيد عن 80 كيلو، وبالتالي عشان احنا نرفع السرعه مرات نروح نشترك لهم مكاتب، ندخل على هذه القناه يقول لك اذا تبغى تتصل بموكيلنا في الشرق الاوسط تتصل او تبعث له ايميل قول له انا في الاردن في المكان الفلاني، يجيك مندوب معاه جهاز راس دش كذا، راس دش يسلطه على القمر الصناعي حلو،
وفي جهاز زي ريسيفر يشبكه وتطلع منه سلك للشبكة رايح للسيرفر، يعطيك سرعة عالية. كم؟ 1 ميجا كان زمان. فأصبحت الآن الاتصال من خلال الأقمار الصناعية، هذا لو ما كان في إمكانية الاتصال السلكي أو غير السلكي. هذا طبعا في مشاكل أمنية، أهمها أنه أنت كده بتخالف قوانين الدولة، لأنه الدولة عندها البروكسي. البروكسي اللي هو يعني مراقبة المواقع اللي تفتح مواقع إباحية أو كذا كذا كذا. أنت لما تشبك الآن من خلال الساتلايت تخرج من إيش؟ سيطرة البروكسي، تكسر البروكسي. هذا عندي سؤال يا شباب قبل ما أنتقل. إذا عملية الاتصال بالإنترنت هذه كانت دكتور. نعم. الحين لما أشغل VPN كيف يشتغل يعني الموضوع كامل مع الستلايت وكذا؟ كيف لما تشغل وشو؟ VPN. VPN يا الحبيب VPN اسمها هي Virtual Private Network. هو يغير رقم الاي كيو صح؟ لا بس طول لي بالك انت، بس طول لي بالك. انت سألت السؤال خليني بس اجاوبك وبعدين انت اي استفسار تستطيع انك تسألني. يا اخي انا اللي هذه تقنية ما تقدر الدول توقفها الفي بي ان. ليش؟ لانه الفي بي ان هذه اخي لازم تكون متاحة للاستخدام في جميع الدول. شلون هاي؟ ايش قصتها؟ قصتها انه انا رجال قاعد مهندس شبكات بشتغل في شركة في الرياض، سافرت على امريكا. الان انا لما يصير في خلل بتصلوا فيه بيقولوا لي يا ابن الحلال، او بعثوا لي ايميل بيقولوا لي يا ابن الحلال ترى دير باك صار في خلل، فادخل على السيرفر اللي في الرياض. حلو. الان الرجال هو في امريكا ما يقدر ياخذ طياره ويجي على الرياض، فالرجال في تقنيه اسمها الفي بي ان الفيرتشوال برايفت نتورك، سميت فيرتشوال وهميه انه انت رجال فعليا ما انت في داخل مبنى اللي فيها السيرفر، ما انت في الرياض، ما انت في داخل مبنى الشركه، انت برا، لكن تستطيع الوصول الى هذا السيرفر من خلال الانترنت، فكانك قاعد عنده. فاهمين قصدي؟ هذه ممنوع الدول توقفها لانه البزنس كله، كثير من البزنس شغال على الفي بي ان. انا مش شرط اكون في المبنى اللي في جده، انا قاعد في الدمام، مش منطقه اخذ طياره واروح والله عشان اعمل شيء او بدي، وانا قاعد بدخل من خلال الانترنت، عندي اتصال انترنت بدخل على السيرفر مالي، السيرفر وبعدل وبضبط وكذا وانا قاعد في مكاني. فالفي بي ان هنا من خلال الانترنت اوهمته، من خلال استخدامك الانترنت اوهمت انك انت زي رجال قاعد متصل مع السيرفر كانك قاعد عنده. ايه للاسف اليوم يستخدم، ومن زمان يستخدم استخدام سيء، وهو كسر البروكسي. فانت رجال في سيرفر موجود في اوكرانيا او في روسيا او في كذا، من خلال الفي بي ان ما تقدر الدوله تمنعه، لانه لو منعته واحد ايش تتوقف بزنس للناس التانيين. انت بتشبك مع هذا السيرفر فبيعطيك اي بي، شبكت مع سيرفر روسيا من خلال الفي بي ان، ايش سوى؟ صار الاي بي، صار اي بي، اعتبرك انك انت موظف موجود في نفس المبنى في نفس الشركة السيرفر، اعطاك اي بي كمحلي. فالان البروكسي خرج الان ما يقدر، لانه هذا الاي بي تابع مش له، مش تابع للمملكة، تابع لاي بي بروسيا. يعني انا الحين كاني بروسيا ولا في دولتي ممنوع؟ يعني الان البروكسي ما يقدر يتابعك لانه انت الاي بي مالك ما داخل لداخل المملكة، خارج المملكة. فهذه الفي بي ان تقني ما يقدر، هم يقدروا يمنعوها بس عالميا ممنوع تمنع، لانه لو منعت بيقدر يمنعوها، يقول لك عمي ممنوع هذه الفي بي ان ما نبغاها، يصير ممنوع تشتغل. بس انت الان البزنس راح يتعطل، كثير من الناس راح ايش يصير، يعني ايش ما ينضم. فانا رجال ممكن الان انا في شركتي مثلا في الاردن انضم كاني جالس عندها وباخذ اي بي من السيرفر كاني انا محلي قاعد عند الجهاز، قاعد عند السيرفر محلي. يعني حتى صار بزنس، يعني صاروا يقدرون يشترون السيرفس السيرفر نفسه. طبعا ما هو الان هم بيعرفوا ايش استخداماته، بقول لك هذا لكسر البروكسي، بده الرجال يفتح مواقع محظوره بغض النظر ايش نوع المواقع هذه. فانا رجال الان في خطوره، دير بالك الفي بي ان خطر جدا. ليش؟ انه انت لما تسلم ذقنك لسيرفر، هذا السيرفر يا الحبيب ممكن يلعب في بياناتك، ياخذ بياناتك. عشان كذا معظم بل 90% من السيرفرات اللي موجوده اللي بتكسر فيها البروكسي حضرتك هذه سلمت ذقنك لهم، لانه السيرفر الحبيب بيتحكم في جهازك، بنزلك فيروسات بتجسس عليك.
فعشان كذا بتيجي شركات شو بتقول لك؟ بتقول لك انا امن بس بدك تدفع فلوس. انا امن سير، انا امن في بي ان، امن بس بدك تدفع وشو فلوس، اني انا ما راح اخترقك ولا ادخل في بياناتك ولا اخذ منها شيء. طيب يا شباب كثرنا في الكلام وضيعنا وقت، واعذروني يا شباب، اسئلتكم جميله بس داخل المحاضره لانه انا ماشي متاخر جدا، زملائي عدوا الان السلايدات مال الاسبوع الثاني. ناتي الى فرجان يا اخوان، اسئلتك اخر المحاضره بتسالني، اكتب بس بالسؤال وانا مستعد اجاوبك على اي سؤال. انترنت كيوردز، في عندي مصطلحات للانترنت لازم تعرفها، اهم المصطلحات كوميونيكيشن بروتوكول. البروتوكول مال الاتصال، لما واحد يقول لك يا سيد عزيز انت لازم تعمل كذا بناء على البروتوكول، انت لازم تمشي بناء زي اليوم عندنا لما تروح توقف على اي مركز خدمات عامه مستشفى ولا يعني بقول لك لازم تلتزم بالبروتوكول الصحي، صح؟ اللي هو سياسه التباعد، سياسه التباعد، متر هنا ومتر هنا وكذا، ماشي. شو المقصود بالبروتوكول؟ قوانين. احسنت، مجموعه من القوانين. مجموعه من القوانين، هذه القوانين يا سيد عزيز، هذه القوانين بتنظم عمليه الاتصال او تطبيق شيء معين في الانترنت، في الاتصال في الشبكات، او تصير حتى تصير عضو في شبكه. انت جهازك الان يا الحبيب ابغى يصير عضو في شبكه محليه عالميه وغيره، لازم تتوفر فيه مجموعة من قواعد الاتصال التي يجب أن يحترمها وهو قاعد يتصل مع الآخرين، هذه اسمها بروتوكولات. فاهمين اللي بحكي يا شباب؟ قواعد الاتصال. يعني أنا رجال الآن والله ما عندي قواعد الاتصال، تخيل كده أنا رجال رحت على مثلا أمريكا، وانتو بتعرف قواعد الاتصال حتى تواصل مع الآخرين في أمريكا لازم يكون اللغة. طبعا الرجال ما عندي البروتوكول هذا، ما عندي اللغه، ما عندي قواعد الاتصال اللي قاعد اتكلم في هذه الحاله، ما راح يصير في اتصال بيني وبين الاخرين. لازم يتوفر في قواعد الاتصال اللي هي من ضمنها اللغه حتى يصير في تواصل مع الاخر. نفس الشيء في الكمبيوترات، يجيني واحد يقول لي والله يا اخي انا ما عندي بروتوكولات الاتصال بس ابغى اصير عضو في شبكه الانترنت، بقول له يا حبيبي ما ينفع، لازم يكون عندك بروتوكولات للاتصال حتى تتفاهم مع الاخرين. إذن هي قواعد، وهذه البرامج لأنه أنت مش راح فعليا، أنت الآن اللي تتدخل في الاتصال، اللي بده يدير الاتصال بينك وبين الجهاز الآخر هي برامج، صح ولا لا؟ صح. أنت تحب والله تعطي إشارة ويرد عليك 001، شو معناه 001؟ يقول لك والله جاهز أنا للاتصال، يلا أرسل، وبعدين ترسل له الملف، وبعدين تستنى 1101، إيش اللي قاعد يرسل هذا وصبر؟ لا يا عمي، أنا في برنامج يتم هذا البرنامج اللي هو بروتوكول بتسميه، بتخاطب مع البرنامج اللي هو ايش في الجهاز الاخر، والاثنين نفس البرنامج. يعني هذا برنامج بيفهم اشارات هذا، هذا بيفهم اشارات هذا، نازل على هذا الجهاز وعلى هذا الجهاز بيبدا التخاطب بينهم بدون تدخل مين؟ تدخل بشري. احسنت، بدون تدخلك انت ما عليك غير يا الحبيب، تروح تعمل ايش؟ داونلود، تضغط. ايش اللي يصير؟ تخاطبات بينه وبين البروتوكول مال السيرفر، ما يهمك انت، ما عليك انك تكتب ايش عند http://www.iau.edu.sa بس، وبعدين يفتح لك الصفحه. التخاطبات بينه وبين سيرفر الجامعه ما يهمك. اللي بيدير هذه الرسائل واللي بيدير هذه القواعد هي بروتوكولات، وهي برامج. ماشي يا شباب؟ ماشي. طيب اذا البروتوكول او البرنامج لازم يتوفر في في جهاز واحد ولا في جميع اجهزه التي تنتمي الى الشبكه؟ جميع الاجهزه. احسنت. يعني عندنا بروتوكول التي سي بي اي بي، التي سي بي اي بي هذا لازم يكون في كل الاجهزه اللي تنتمي الى الشبكه، لانه تي سي بي اي بي في جهاز رقم واحد راح يخاطب تي سي بي اي بي بجهاز رقم 10 مثلا، فلازم يكون نفس البروتوكول تي سي بي اي بي في جهاز 10 وفي جهاز 10 عشان لما يتبادلوا البيانات والاشارات يكون هذا فاهم ايش معنى 00110، يعني استعد للارسال، يروح يرد عليه بالشيفره اللي يفهمها. فاذا البروتوكول نفسه هنا وبروتوكول نفسه
هنا في الجهاز الآخر. إذا set of rules or standards، مقاييس أو قوانين which controls اللي تتحكم the process في عملية exchanging تبادل المعلومات among different kinds of computers، تتبادل المعلومات بين إيش أنواع مختلفة من computers on internet، طبعا internet أو LAN أو WAN بروتوكولات لازم. زمان أيام زمان قبل جيلي، مش جيلي قبل جيلي، كانت البروتوكولات تيجي لوحدها منفصلة، يعني كنت تثبت ويندوز ماشي البروتوكولات تيجي على ديسكات، عشان تصير عضو في شبكة لازم إيش تثبت هذه البروتوكولات. حلو؟ حلو. لا بعدين قال لك لا البروتوكولات لازم يكون إيش بيلت إن مع نظام تشغيل، فأنت بتثبت نظام تشغيل الحبيب البروتوكولات نازلة معاه، وأنت بتثبت نظام تشغيل الموبايل البروتوكولات الشبكة اللي هي بتنزل معاه. نفس الروم يعني؟ تقريبا نفس الروم نعم، بس هي ذاكرة الفلاش، فلاش مش الفلاش اللي تحطها. يعني خلاص ماشي عشان امشيك مؤقتا هي زي الروم، بس هي مش روم، هي اسمها فلاش ميموري، والفلاش ميموري اسم علمي وليس تجاري. الفلاش ميموري مالتك اللي بتحطها في جهازك هذه يو اس بي هذه فلاش ميموري تجاري. الفلاش ميموري العلمي هي ذاكره يمكن الكتابه والقراءه منها ولكن بصعوبه، يعني ممكن تكتب عليها بصعوبه مش تكتب عليها بسهوله زي الرام زي الهارد ديسك، بدها يعني برنامج مختص من جهه التصنيع حتى تكتب عليها. عشان كذا ما تشتغل فلاش بايوس للكمبيوتر، فلاش بايوس تبغى تعملها برنامج مختص من جهه التصنيع. طيب طبعا في عندي مجموعه من البروتوكولات، ليش يا استاذ مجموعه من ليش ما هو بروتوكول واحد يا حبيبي؟ كل بروتوكول مختص بجانب معين، يعني في بروتوكول يستخدم لارسال الرسائل النصيه الفوريه تشات اسمه تي سي بي اي بي، في بروتوكول لنقل الملفات اسمه شو الاف تي بي، شايفين تحت اف تي بي، في بروتوكول لنقل البث التلفزيوني اسمه يو دي بي، في بروتوكول للايميلات اسمه الاس ام تي بي، وفي عندك البوب، في بروتوكول لفتح الصفحات عشان تستعرض ال HTTP. كل بروتوكول له وظيفة معينة ولازم هذا البروتوكول توافره في جميع نقاط الاتصال جميع الأجهزة حتى يصير بينهم تخاطب. ترى ال FTP كان لإيش؟ ال SMTP؟ لا ال FTP. ال FTP للفايل ترانسفير بروتوكول، نقل الملفات، تبغى تعمل داونلود تبغى تعمل أبلود. وال UDP؟ ال UDP للبث، يعني واحد فاتح لي على مباراة قاعد يشوفها، هذا الحبيب ما نستخدم التي سي بي اي بي، هذا نستخدم اليو دي بي اللي ببث. ايوه تمام. فهذه البروتوكولات كل بروتوكول، طبعا في بروتوكولات اخرى هذا بس ذكر وليس الحصر. الجهاز اللي بيبث، الجهاز اللي بيبث واللي بيستقبل لازم يكون فيهم البروتوكول هذا طبعا اليو دي بي. وانت قاعد تتابع بث مباراه، انت باي ديفولت لما فتحت الصفحه فيها بث هو لحاله البراوزر استدعى قال يا براوزر وين عندك جوجل ولا كروم، يلا بروتوكول اليو دي بي فعله. طيب الاس ام تي بي والبوب، البوب، فكل بروتوكول له وظيفه زي تي سي بي اي بي، هذا اهم بروتوكول. بس هذا البروتوكول ايش مقصود بالتي سي بي اي بي؟ طبعا هذا راح يجيك سؤال وجاء في احد الاختبارات، بس خليني اقرا بس النقاط عشان اتذكر. There are a lot of protocols in internet، في عندك كثير بروتوكولات. Sometimes refer to as internet protocol suite. السويت هذا للانتر بروتوكول، في مجموعه من البروتوكولات تي سي بي اي بي، طبعا هذول بس بقول لك للذكر وليست للحصر. كنترول اول بروسيسز، بيقوم بالتحكم بكل العمليات الاتصال على الشبكه. في عندنا بريك يا شباب 8 دقائق، خلينا نصلي العصر وبعدين نرجع، ورجاء يا اخوان اعذروني عذرا شديدا، يعني احنا تاخرنا كثير فبدي امشي اسرع. اللي عنده اسئله في اخر المحاضره وخلينا نصلي وبعدين نرجع بعد 8 دقائق. السلام عليكم. يلا نستأنف إن شاء الله. فإذا هذه البروتوكولات يا إخوان هي مجموعة من البرامج التي يجب توافرها في جميع نقاط الاتصال أو الأجهزة حتى يصير في تواصل بين هذه الأجهزة وتبادل المعلومات والبيانات. فعندنا مثلا مثال على تي سي بي آي بي وهو من أهم البروتوكولات اللي هي بيجيك سؤال في الامتحان. Most common protocols used on internet، أكثر البروتوكولات المستخدمة في تي سي بي آي بي اللي هو أكثر البروتوكولات المستخدمة في الإنترنت اللي هو تي سي بي آي بي، اللي هو ترانسميشن كنترول بروتوكول، بروتوكول التحكم بالاتصال، بتحكم بالاتصال.
which define how to send and receive data and how to select the root of data bucket. هو اللي بيستخدم لإيش؟ لضبط عملية إيش الإرسال والاستقبال بين الجهازين بالإضافة لإيش؟ للطريق المؤدي أو الطريق الذي سوف تسلكه البيانات. الباكت. حدا بعرف شو معنى داتا باكت؟ During their way from computer to another. شو المقصود باللي داتا باكت؟ To internet. Before sending files, the information is broken down into smaller pieces called packets. الحزم اللي ترسل. طيب. شوف. رسالتك لما ترسلها او ايميلك لما ترسله او اي شيء لما ترسله من خلال الانترنت. فعليا يا شباب لا يرسل بالشكل اللي انت تتصوره. انه كامل. لا. لا يرسل كامل، يقسم إلى باكتس. يعني لو فرضنا أنه عندك أنت هذا الكمبيوتر وطبعاً تبغى ترسل لأخوك ملف في أمريكا، أنت في السعودية، وهذا إيش؟ أمريكا، في أمريكا. الآن هذا كمبيوتر وهذا كمبيوتر، أنت ترسل له ملفك اللي أنت قاعد ترسله فعلياً على فرض أنه هذا ملف، على فرض، سوف يقسم إلى أجزاء. كل جزء بشو يسموه باكت. معاي انتو يا شباب؟ معك. اي معك. خلينا نرمز له باختصارا P1, P2, P3. هذا P ايش؟ 2. هذا P3. طبعا مش انت اللي بتقسمه، البرامج اللي بتقسمه، التي سي بي اي بي بقسمه. ماشي؟ البروتوكولات. ماشي. بتقسمه. الآن عندك الآن متصل من خلال الـ ISP مزود خدمة الإنترنت، صح؟ اللي هو داخل على الشبكة العالمية الآن، وتبر هذه الشبكة العالمية، وبرضه هذا مزود خدمة الإنترنت في أمريكا اللي هو ما أدري إيش الشركة الأمريكية للاتصالات، متصل فيها الرجال هنا. الآن هذه راوترات وأجهزة اتصالات منتشرة على مستوى العالم. الآن هذه الرسائل اللي انت شايفها الباكت لما ترسل، ترسل ايش؟ قطعة قطعة، B1 B2 B3 مش مع بعض كلهم. يعني ممكن B1 تروح الآن على الطريق اللي بؤدي إلى السعودية، فرنسا، كندا، أمريكا. إذا الطريق سالكة B2 نفس الطريق، بحسب طبعا أقصر طريق في بروتوكول لحساب أقصر طريق، وإذا الأقصر طريق متاح برسل لك البروتوكول الأول. طب الطريق الأقصر طريق امتلأ، صار فيه ضغط ترافيك، يروح طريق ثاني، ثاني أقصر طريق. فممكن بي 2 برضه ترسل بالطريق نفسه أو طريق آخر، تروح من السعودية لليابان، من اليابان لأمريكا. البي 3 من السعودية لجنوب أفريقيا، من جنوب أفريقيا مثلا للبرازيل، من البرازيل لأمريكا. الآن يجتمعوا في الطرف الآخر الثلاث أجزاء، بي 1 ازمه واحده، بي 2 بي 3، يرتبهم. يمكن يصل بي 3 قبل بي 1، يرتبهم بعدين يعرضوا على الجهاز الملف. فاذا الاتصال بالانترنت من خلال الانترنت ترسل ملفات تقسم، ما ترسل كامله، تقسم الى باكيتس، ويرسل كل باكيت طبعا ينحط له ترويسه. تعرف الترويسه؟ المرسل والمرسل اليه، يعني عنوان المرسل اليه، لانه هذا لازم زي ما حجينا الان عنده اي بي مثلا، هذا 112 هذا عنوان الاي بي، هذا عنوان الجهاز، 15 كذا هذا عنوان اي بي، 01 وعنوان المرسل. المرسل مثلا السعوديه مثلا 90، الاي بي مالها يبدا 15 مثلا. المهم فعنوان المرسل والمرسل اليه كل الباكت، ونقط هذا الباكت وين؟ في الشبكة العالمية من خلال البروتوكولات والراوتر، يوجه حتى يصل للجهاز المطلوب. فاهمين علي؟ فاهمين. ممتاز. الآن عملية التقسيم ومتابعة الباكتس في بروتوكول لمتابعة الباكتس اسمه وشو؟ حكينا عنه. ISP. TCP IP. Transmission كنترول بروتوكول. فهذا تي سي بي اي بي هنا وموجود وين؟ قلت لك في جميع نقاط الاتصال، كل الاجهزه اللي منتمي للشبكه العالميه او الشبكه ما لازم كنا نفس البروتوكول، فهذا برضه عنده تي سي بي اي بي يا حبيب.
ولا شلون يتخاطبوا الجهازين مع بعض؟ شلون هذا بدي يفهم على هذا وهذا يفهم على هذا؟ هذا البروتوكول نفسه موجود هنا. فلما يقسم التي سي بي اي بي شايف الباكيتس حلو، ويحط لكل باكيت عنوان المرسل والمرسل اليه ويدطه الان يرسله. الان هذا الباكيت ارسل والباكيت ارسل، بس قبل ما يبدا يرسل التي سي بي اي بي بيعطي اشاره للمرسل اليه بقول له اسمع انا ابغى اعمل سند لك، تصل الرساله للرجال التي سي بي اي بي اللي هنا، بيعرف اشاره انه هذا بطلب اني ارسل، لانه ما ارسل له سند، ارسل له ايش؟ كود 1011 مضبوط. فهذا البروتوكول نفسه استقبل قال اه في واحد يبغى يرسل لي اللي هي سند، ارسل له اني انا جاهز للاستقبال. فبروح التي سي بي اي بي هذا بخاطب التي سي بي اي بي هذا برسل له مثلا 0011 اللي هي انا جاهز للاستقبال. بروح الرجال برسل له معلومات بقول له هذه معلومات الباكتس، كم باكت راح ارسل لك؟ 3 باكتس. بروح برسل هذا التي سي بي اي بي رساله بقول له ابدا بالارسال، برسل الباكت الاول الثاني الثالث بنتظر. وصل الباكت الاول بروح برد له التي سي بي اي بي بقول له الباكت الاول وصل سليم، الباكت الثاني وصل سليم، الباكت الثالث وصل سليم، انتهى خلاص. شايف التخاطب بين مين ومين تم؟ بين تي سي بي وتي سي بي. احسنت، بنفس البروتوكول موجود عند جميع. هل تدخلت انا كبشر تدخلت؟ لا. ممتاز. طيب الرجال هنا وصل له بي 2 بي 1 بس بي 3 ما وصل، ضاع باكت لوس. احسنت، بروح التي سي بي اي بي هنا برد عليه بعد 5 ثواني بقول له ترى في باكت عندك ضاع، باكت 3 ما وصلني. بروح الرجال هنا برسل باكت 3 مره ثانيه وبنتظر الإجابة من الطرف الثاني وهكذا. طب واحد يبغى يرسل وضغط على سند، أعطى إشارة أني أبغى أرسل لك، ما جاء الرد، إيش بطلع لك رسالة؟ بقول لك إيش؟ Error connection، في عندك مشكلة في الاتصال، يا أما مشكلة في الاتصال بالإنترنت، يا أما مشكلة في الاتصال عندك في الولان، يا أما مشكلة. فهذا البروتوكول قواعد، مجموعة قواعد تخاطب هذه، اني ابغى ارسل لك انا مستعد. هذه التخاطبات والقواعد، انه لازم ما ترسل بالاول، لازم تسال مستعد للاستقبال، مستعد ابغى ارسل ويرد عليك، وا 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 وا. هذه القواعد يجب اتباعها. معي؟ ايوه ما تخيل التي سي بي اي بي هاي لو تبغى تتابع مباراه او بث مباشر ينفع؟ لا طبعا ما ينفع، مصيبه. طبيعي قاعد تتابع لي مثلا مباراه، مع اني انا رجال التحفظ على مباريات، بس انا بضرب مثال بس لهذه، لكن انا اسجل تحفظ، يعني ما احب انه الانسان يعني يضيع وقته وعمره بالنسبه لي بوجهه نظري الشخصيه، يعني بامور بعتبرها مش فائد، مش ذات فائده عظيمه. نرجع لموضوعنا. فالمباراه الحبيب مصيبه اذا بدي اقسم لك انا المقاطع كذا مقاطع صغيره وارسلها، والله وصل لك ما وصل، ارجع بث المقطع الثاني بتلاقي والله الرجال شات الشوت، وبعدين يرجع لك المقطع اللي قبله لانه والله ضاعت البيانات. طب والحل؟ يقول لك عم هذا بث تلفزيون يرميه، ومثل ما تيجي تيجي. شلون ارميه؟ يعني بث البيانات ارميها، قطع عنده الشاشه شوشت، ضاع بعض البيانات، قلبت سوداء، يكمل. فاهمين؟ ايوه ما في تسلسل. فهذا وش البروتوكول حكينا عنه المناسب للبث؟ UDP. معلش اليو طالع زي الواي، مسحوها. UDP هذا بروتوكول. يقول لك يا حبيبي انا فاضي والله، اذا وصل لك كامل اعطيني اوكي، ما وصل لك كامل ارجع عيدها، اذا ما راح يصير عندك بث. فعشان كذا قطوا، طلعت الشاشه سوداء، قلبت بعدين رجعت الصوره، طلع في عندك تشويش فوق، كمل. الدكتور UDP اختصار حق ايش؟ وش الكلمات اللي والله ناسي، بس المشكلة احنا بنحفظ الاختصارات اكثر منها. لكن يا سيدي الحمد لله عندنا الشيخ مين؟ جوجل. الشيخ جوجل. احنا ليش ما يعمل مينيمايز؟ ليش ما يعمل مينيمايز؟ ما نبغى نزعله الان، ماني يعني، لانه احنا UDP بروتوكول
اختصار لو شو User Datagram Protocol. User Datagram Protocol. ماشي؟ طبعا اقرأ عنه إذا حبيت يعني كبروتوكول اقرأ عنه إذا حبيت لأنه بالنهاية يعني يعني إذا معلومات عامة حابب تأخذها. هذا إيش المشكلة هنا؟ طيب نرجع لموضوعنا الآن. إذا هذه البروتوكولات ماشي يا شباب؟ ماشي. طبعا إحنا رح نأخذ مجموعة من البروتوكولات مطلوبة منا في هذا الكورس عشان نفهمك شو معنى البروتوكول. في بروتوكول يا أخوان اسمه الـ HTTP Hyper Text Transfer Protocol، وهو بروتوكول مسؤول عن طلب الصفحات وفتحها. دكتور ما نشوف الشير. ما تشوفوا وشو؟ الشير. ما نشوف الشير. ليش يا شباب؟ أنت لغيت السكرين شير. أنت راح تشيك لك جوجل. و... أيوة. ممتاز. رح ناخذ الان خلصنا من البروتوكولات، رح ناتي الان تعريف البروتوكولات، رح ناتي الى بروتوكولات مطلوبه منا في المنهج زي ال HTTP هايبر تكست ترانسفير بروتوكول. اي صفحه تبغى تفتحها، اي موقع تبغى تستعرض صفحته وروابطه الداخليه، فبتيجي على بروتوكول اسمه ال HTTP. هذا ال HTTP لاحظ لما تفتح اي صفحه انترنت، اي موقع تبغى تروح، موقع الجامعه، هذا شايف الادرس بار، هذا بسمونه ادرس بار، الشريط هذا اللي شايفينه ابيض، هذا مكتوب HTTP مضبوط اس او HTTPS وهو نسخه حدايه. ايوه نسخه احدث من HTTP. يا اخي بس طولوا لي بالكم، انا ما يهمني الان اس ولا بدون اس، المهم انا ابغى افهمك ايش معنى بروتوكول HTTP. تبغى تستعرض الان الصفحه، تفتح صفحة، تحمل صفحة تستعرض محتوياتها زي موقع الجامعة السايت، فبروتوكول HTTP هذا المسؤول عن أخذ طلبك والتفاعل والتواصل مع الجهة المختصة. فلما تكتب الآن عنوان الصفحة وشو؟ iau.edu.sa. واحد بيقول يا أستاذ العنوان هذا رقمي ولا حرفي؟ يا شباب سامعيني؟ حرفي بس هو رقمي. احسنت، هو رقمي بس هو حرفي، انا فهمت بس مش مشكله. هو يا شباب كل العناوين زي ما راح يجينا الاي بي، الاي بي هو عنوان الجهاز على الشبكه، وهو لازم يكون رقمي وله قواعد بروتوكول. الاي بي، الاي بي اسمه بروتوكول، يعني هذا عنوان صح بس له قواعد، مش سداح مداح كل واحد يحط عنوان على كيفه دكتور. لكن طول لي بالك، لكن للتسهيل كبشر احنا ما نقدر نحفظ والله يا عمي ارقام، ما اقدر اقول لك والله ايش الاي بي احفظ لي اياه، اذا تبغى تفوت عنوان صفحه الجامعه اكتب 172 90 كذا مش عارف، يا اخي صعب علي، اما سهل علي احفظه كلترز احرف. اذا في بروتوكول راح ياخذ هذه الاحرف ويحولها لوشو؟ ارقام. لا ارقام، وش اسمه؟ اسمه دي ان اس، اسمه دي ان اس ديجيتال بروتوكول. وشو هذا ديجيتال؟ ما هي دومين، دومين نيم سيرفيس، ما اسمه ديجيتال، شو ديجيتال؟ ما في ديجيتال، دومين نيم سيستم، الدي ان اس اللي هو مسؤول عن تحويل وشو؟ الأحرف الأرقام. أحرف الأرقام. أحسنت. في عندي سيرفر اسمه DNS، وهذا DNS طلبك بروح عليه عشان يعرف الآي بي مال الجهاز. ماشي؟ ماشي. طيب وين دور الـ HTTP؟ قلت لك دور الـ HTTP يبغى يخاطب. يعني لما تكتب أنت هنا www راح استدعى بروتوكول وشو DNS، حوله لآي بي، ارسل رساله لل HTTP مال السيرفر الجامعه. ما هو قلت لك نفس البروتوكول لازم يكون وين؟ في الطرفين، صح ولا لا؟ صحيح. هذا سيرفر الجامعه، وهذا مثلا وشو جهازك في البيت. راح طلبك لسيرفر الجامعه، مين اللي ودى الطلب هذا لفتح الصفحه؟ HTTP. احسنت. ال HTTP استقبل الطلب مين؟ ال HTTP الثاني. احسنت، ال HTTP الثاني.
بقول لك جاء طلب ايش في ايش يبغى، قال يبغى صفحه الجامعه اللي عنوانها كذا، يروح الرجال يرسل له اشاره يقول له ترى استعد انا برسل لك اياها، يروح يرد عليه يقول له انا مستعد، يروح يرسل له الان الملف. طبعا الصفحه تتقسم ولا ما تتقسم؟ تتقسم. يجي دور التي سي بي اي بي، تتقسم الصفحه يا الحبيب وترسل اجزاء، تصل ار تي سي بي يتاكد انه الصفحه وصلت اوكي خلص دوري، يرجع للتحكم للاتش تي تي بي. الاتش تي تي بي وصلت له الصفحه، شلون وصلت له الصفحه؟ حلوه جميله كذا، ما شاء الله في عندي صناديق وعندي منيوز وعندي اش فيديو، لا ما وصلت كذا الصفحه، شلون وصلت الصفحه للاتش تي تي بي؟ وصلت ارقام كذا، وصلت كذا يا شباب كود، هذا كود كسر كذا وصلت لنا، شلون يا استاذ وصلت لنا كذا وهي تعرض كذا؟ ايوه بيجي الان اتش تي تي بي بيشوف البراوزر. جاء دور هنا الحبيب، مين اللي يحول لك الكود هذا اللي مكتوب بلغه الاتش تي ام ال او بلغه الاي اس بي او البي اتش بي ويحوله الى شيء مرئي؟ مين المسؤول؟ دي ام يو؟ لا، مين المسؤول عن تحويل الصفحات كوديا؟ صفحة. حق البث دكتور، حق البث يو دي ان اس؟ لا قبل شوي حكيتها ترى، جاوبت وانا قاعد احكي. اللي حطيته بالترجمه، اللي حطيته بجوجل قبل شوي؟ لا مش الاتش تي تي بي، تي سي بي اي بي. مين المسؤول عن استعراض الصفحات ورؤيه محتوياتها؟ تي بي بدايته دي. لا اجل اسم تي بي يا دكتور. يا شباب مين اللي يستعرض صفحات الانترنت؟ الاتش تي تي بي. لا اي ان. لا الاقمار الصناعيه. لا اللي مسؤول عن فتح صفحات الانترنت ويستعرض محتويات شبكه. شبكه وش اسمه؟ اي بي. براوزر. براوزر براوزر جوجل. الجوجل كروم هو اللي يحول، او عندك المايكروسوفت انترنت اكسبلورر هو اللي يحول يا الحبيب، هذا اللي يحول الكود الى شيء مرئي. الاتش تي تي بي خلص دوره يا الحبيب، الاتش تي تي بي وصلت للصفحه كذا خلاص وصلت لجهازك كذا، بس الان لازم يكون عندك براوزر. وش البراوزر؟ البراوزر هو كروم، السفاري، المايكروسوفت انترنت اكسبلورر، هذا محرك البحث. اخذ هذا الكود اتش تي تي الهايبر تكست شو اسمه المارك اب لانجوج اللي هو الاتش تي ام ال، كود اتش تي ام ال او بي اتش بي او اس بي، ويحوله لمين؟ لشيء مرئي. هذه وظيفه البراوزر ولا البروتوكول؟ براوزر. البراوزر. عشان كذا يا حبيبي لن تستطيع استعراض الصفحات بشكل مرئي اذا ما عندك وشو؟ براوزر. براوزر. إذا ما عندك براوزر ما تستطيع إنك تستعرض. واحد يقول لي والله يا أخي أنا ما عندي براوزر وأبغى أفتح صفحات الإنترنت، تقول له يا عمي ما ينفع، حتى لو وصلت لك الصفحة من HTTP وعندك HTTP، فال HTTP أصلاً كبروتوكول بنزل مع البراوزر وهو بنزل مع الويندوز، يعني ما تخافش لأنه أصلاً الويندوز صفحاته هي براوزرات من البراوزر، المسؤول عن فتح صفحات الويندوز اللي هي مايكروسوفت إنترنت إكسبلورر، هو البراوزر مع المايكروسوفت. إذا الـ HTTP يا الحبيب عشان تفتح أي موقع أي صفحة بدك بروتوكول الـ HTTP. طب بتعاون مع بروتوكولات أخرى؟ أيوة، شفنا قبل شوي بالرسم أنه تعاون مع TCP/IP وتعاون مع بروتوكول اسمه DNS. لو أبغى أعرف طيب وش الـ IP مال موقع جامعتي يا أخي عشان أتأكد يطمئن قلبي، وش الـ IP مال موقع جامعتي؟ في مواقع خارجية مثلاً أكتب مثلاً what is IP مثلا، ابحث عنها for مثلا ويب سايت، هذه مواقع بتعطيك بس يعني اللي حابب فهمني. ايوه اللي حابب يعرف مثلا وش عنوان الاي بي، وش عنوان الاي بي مال موقع الجامعه مالنا، فبدخل على هذا الموقع مثلا بكتب عنوان الجامعه لاتر. طب ايش استفيد منه؟ هذه يا اخوي معلومه خارجيه بس عشان اثبت لك يا الحبيب انه هذا الاي بي اللي هو 91 227 24 32 هو مربوط بال جامعه، مربوط بالجامعه. مش قاعد اقول لك انا انه لازم يا اخي التخاطبات، وقفنا الشير مره ثانيه. مش قاعد اقول لك انا يا الحبيب انه التخاطبات لازم تكون وشو؟ لازم تكون بالاي بي ولا باللتر؟
الاي بي الاي بي ما يفهم هو اي يو دوت اي دي يو. فانا بس اضرب لك مثال اقول لك في عندك مواقع مثلا بتحول لك او بتجيب لك زي هذا الاي بي 91.227.24.32 هو الاي بي مال مين؟ مال السيرفر الجامعه. فلو جيت على 91.227.24.32 تعال هذا فتحنا صفحه ما ابغى اكتب دبليو 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 ال 91 نقطه كم 227 كم 24.32 ايوه 24.32 24.32 ايوه نقطه 24 نقطه 32 اسف 23 ايوه وتضغط انتر فتح لي وشو الجامعة صفحه الجامعة. ليش؟ لانه بالنهايه هذا الاي بي مال السايت بس هو انت صعب علينا نحفظ الان والله عشان تفوت اي سايت الراجحي احفظ ب 91 كذا يا اخي والله هذا مؤذي هذه والله ما اقدر احفظها صح ولا لا. فعشان كذا جاء بروتوكول دي ان اس اللي هو يساعد على انك تحفظ اللاترز. فهمتوا اللي عملته انا؟ فهمتوا ليش عملت هالحركه؟ اي نعم. بس عشان اثبت لك انه هو التواصل بيتم من خلال عنوان الجهاز او عنوان السيرفر على الشبكه العالميه. وصلت؟ وصلت. وصلت. وصلت المفروض وزادت لانه هذا الشرح لن تجده في اي مكان اخر قاعدين احنا نزيد حتى تفهم الفكره 100% والمنهاية انت مطالب فيه بس اللي في الموجود. اذا البروتوكول اتش تي بي مسؤول عن نتورك ريكويست ريسبوند بروتوكول يوزد اون دبليو دبليو تو ريتريف اتش تي ام ال دوكيومنتس عشان تفتح صفحات الاتش تي ام ال. شفت ايش معنى اتش تي ام ال دوكيومنتس؟ صفحات الاتش تي ام ال اللي هي هذه صفحات الاتش تي ام ال والبي اتش بي. هذه تطلبها من المصدر من خادم تيجي هنا تكتب www.iau.sr راح طلبها من الخادم ال HTTP وصلت له بالملفات بعدين اعطى اشاره مين فالهايبر تكست ترانسفير بروتوكول ديفاينز هاو مسجز ار فورماتد اند ترانسميتد. ال HTTP بده يعرف هذا الكود اللي جاي هذا الكود كود HTML ولا BSP بي اتش بي ولا اي اس بي اللي هي احدى هذه اللغات اللي يستخدموها لبرمجه الصفحات صفحات الانترنت. طب ليش لازم يعرف البطوله حتى يوصلها لمين هذه الرساله يوصلها لمين؟ ليش للبراوزر عشان يترجمه عشان يحصلها البراوزر ذات وات اكشنز ويب سيرفرز اند براوزرز should take in response to various commands عشان يحدد للبراوزر ايش الموجود في هذه الصفحه حتى ايش يفتحها. الصفحه هذه مكتوبه بال HTML مكتوبه بال ASP بالكذا يعطي اشاره للبراوزر. الويب سيرفر هي تسميه للاجهزه التي تستضيف الصفحات زي مين الاجهزه التي تستضيف الصفحات بسموها ويب سيرفرز اللي هي الخوادم اللي فيها الصفحات زي الفيسبوك. هذا خادم الفيسبوك خادم الجامعة iau.edu.sa هذا ويب سيرفر اللي هو الخادم اللي يحتوي على صفحة أو على سايت الجامعة. فاهمين شو بحكي ويب سيرفر؟ اي نعم. أما البراوزر اللي عندك في البيت اللي في جهازك محرك البحث. لا مش محرك البحث لا تلخبطي الحبيب الله يرحمه والدينا هذا محرك البحث عشان يفتح الصفحات. ايوه هذا المسؤول عن فتح الصفحات محرك البحث. أيوة. سايت او صفحه سيرفر اللي هو المتصفح. ايوه البراوزر متصفح والسايت اللي هو السيرفر اللي فيه الصفحه زي جوجل هذا سيرش انجن هذا عباره عن موقع وليس براوزر. الجوجل كروم هذا ايش براوزر. اما مش الجوجل كروم هو نفسه الجوجل سيرش لا جوجل سيرش عباره عن موقع. دكتور نعم ايش كان يسوي ال دي ان اس مع ال اتش تي تي بي مره ثانيه؟ مطلوب منك الدي ان اس؟ لا ما ادري انسى الموضوع معناته عشان ما نضيع وقت زياده. ارجع للمحاضره المحاضره مسجله واستعرضها لكن صعب اني اعيد من اول جديد. يا اخي فكرته بسيطه الدي ان اس بدل ما انك انت رجال تكتب الاي بي مباشره فوق زي ما عملت انا هنا ويصير أيوة. صعب عليك حفظ الموقع فانت بربطه بين الموقع اللترز اللي الاحرف وبين الاي بي من خلال بروتوكول الدي ان اس. اه اوكي
فأنت فعليا كل طلبات المراسلة بين جهازك وبين الأجهزة الأخرى بتتم من خلال الآي بي. طبعا صعب علي ولا أروح موقع بي أم دبليو أروح أحفظ والله الأرقام، لا ما نحفظ الأرقام، أكتب بي أم دبليو اللي هو اللاترز موقع المحجوز له، اللاترز المحجوز لهذا موقع البي أم، وهو الدي أن أس راح يحول لك إياه إلى الأرقام المناسبة التي يتواصل من خلالها مع هذا السيرفر. طيب يا شباب، في عندي بروتوكول آخر مهم جدا وهو عنونة لعنونة الأجهزة. قلت لك الجهاز لن يتم التواصل معه أو يتواصل مع الآخرين، لازم يكون له عنوان. العنوان هذا المسؤول عن تحديده بروتوكول، له مجموعة من القواعد، مش تحط عنوان على كيفك، لا، في قواعد لازم تحترمها في أثناء تحديد عنوان للجهاز. بسموا هذه القواعد والآلية اسمها إنترنت بروتوكول أو الآي بي. كل جهاز حتى يكون عضو في الشبكة لازم يكون العنوان. عمرك شفت واحد ببيعك شريحة رقم تليفون تروح على STC من غير عنوان من غير رقم؟ يقول لك هذه الشريحة خلاص، لا يا حبيبي، لها رقم. مش رقمك 055 واحد اثنين ثلاثة أربعة، المهم 10 أرقام. واحد قال والله أخي أنا أبغى رقم يكون 12 رقم، مزاجي، منقول له على كيفك. ها؟ هذه بروتوكولات ما تتغير. أحسنت، بتقول له التزم ببروتوكول العنونة. على كيفك، والله يا أخي ما عاجبني 055، أبغى 05 و 051، منقول له على كيفك. هذا على كود الشركة، بدك تلتزم بالقوانين مش بكيفك تعنون على راحتك. عشان كذا سمي بروتوكول، مجموعة من القواعد التي تحترم في عنونة وشو، في عنونة الأجهزة. طبعا في عندي كثير من البروتوكولين، يعني البروتوكول القديم اللي هو الاي بي فيرجن 4 يتكون من 32 بت من 4 بايت، وهذا ما كفى طبعا عناوين الأجهزة فتطوروا او رفعوا له فيرجن 6 اي بي فيرجن 6. هذا القواعد وهذه القواعد، بس اثنين يستخدموا بشكل ايش تبادلي لعنونة الأجهزة. احنا عندنا خلينا نمشي على الاي بي فيرجن 4 اللي هو بتكون من 4 بايت زي ما انتم شايفين، 32 بت تقسيم 4، كل بايت 8 بت. طب يا استاذ المكتوب بالثنائي ولا بالعشري؟ انت قاعد تحكينا بالثنائي يا اخوان، هو يمثل بالعشري عشان نفهم، يعني نسهل عليه الارقام. هذا الاي بي في جزء عنوان للشبكة الذي ينتمي اليها جهازك، وعنوان للجهاز داخل الشبكة. فهمت شيء؟ بسيط. الاي بي فيه جزئين، جزء بيحتوي على عنوان الشبكة. يا اخي انت الان ايش من موبايلك؟ STC ايش تبدا ارقامها؟ 055. احسنت، هذا عنوان الشبكة اللي ينتمي اليها جهازك، اللي ينتمي اليها خطك. بعدين الرقم التسلسلي الاخر هو عنوان الخط داخل هذه الشبكة. وصلت. احسنت، فاذا الاي بي، هل يجوز تكرار الاي بي لاكثر من جهاز داخل الشبكة الواحدة؟ لا لا، مستحيل. كل واحد خاص. احسنت، كل واحد له اي بي خاص فيه، ممنوع تكراره وتشابهه. يعني كل المشتركين على شبكة واحدة هي الانترنت، ملايين الناس، كل واحد له اي بي مختلف عن الاخر. لو في تشابه ما راح يضبط، ممكن واحد يرسل رساله يتصل لك انت ما يتصل للثاني، لانه اثنين نفس الاي بي، وهذا غلط. طيب كيف يصير؟ يعني زي المملكه شفتوا الاي بيات تبدا ب 91، يعني 91 يشير الى مثلا البلد، مثلا الاردن، مثلا الاردن امريكا 121 او 122 سيرفراتها كذا. ليش؟ عشان يعرف هذه الرساله لما ترسل انت للمرسل اليه، يعرف هذا راح امريكا ولا راح الصين ولا راح، من خلال عنوان اي بي في جزء عنوان الشبكه، او هذا في امريكا، والجزء الثاني عنوان الجهاز داخل الشبكه. حلو الكلام؟ حلو. اذا جهازك لما تشبك على اي شبكه محليه ولا كذا تروح لوين؟ شايفين ميزه انه الواحد يشرح، من البيت افضل من ليش استاذ ما نقعد، لانه الجامعه ما اسمح لي استعرض انا هذه الصفحه، ها ممنوع، مغلقه عندي. فبتيجي على نتورك شيرينج سنتر،
في عندك change adapter settings وهنا في عندي وصف انا مشترك على ايش متصل من خلال الواي فاي ابغى اشوف الاي بي مالي هذا الواي فاي ادخل على التفاصيل properties او الستيتس وين الاي بي مالي يا الحبيب وين اي بي ديتيلز طالع ديتيلز هذا وشو اي بي فيرجن 4 ايش رقم الاي بي مالي 192 168 13 الان انت عندك اخوانك في البيت لو كل واحد دخل على جهازه في الموبايل ولا غيره راح يجد انه هذا رقم مشابه لا داخل الشبكه الواحد لا طب واحد راح عند صاحبه شاب عنده راوتر ودخل على راوتره لقى انه صاحبه عنده 190 168 13 ايه غريبه ولا لا الا غريبه رحت انت عند بيت اخوك عنده راوتر دخلت اعطاك اي بي مثلا مشابه للاي بي اللي هو مالك في البيت طب غريب هذا انت استاذ قلت لا تشابه صح ولا لا صحيح وش الحل وش التفسير كل راوتر مشبوك على نتورك مختلفة أحسنت أحسنت يا حبيبي أنا قلت لك لا يجوز تشابه الأبيات ضمن الشبكة الواحدة يعني أنت قاعد جوا البيت شبكة محلية هذه لان الأبيات توزعت أفرادها مختلف الأبيات أما روحت على شبكة لان ثانية فالأبيات مو إيش ممكن تاخذ ايش عربيات مشابهه للشبكه الاولى لا يا حبيبي مشابهه هي الشبكه هذه منفصله عن هذه طالما منفصله ما يهمنا فاهمين اللي بحكيه فاهمين انا ما اقول لك شبكه واحده طب معنى ذلك شبكه الانترنت يا الحبيب شبكه عالميه فيها ملايين الناس شلون يا استاذ متشابهين مين عنده الجواب اذا بنفس الشبكه المحليه مو متشابهين مختلفين ايوه نفس الشبكه المحليه الافراد اللي تابعين لهذه الشبكه لازم اي بيات مختلفه رحت عند صاحبك في البيت ممكن تاخذ اي بي نفس الاي بي مالك بس هو لما تشوف الاي بيات اللي بنفس الشبكه المحليه عند اخوك راح تجدوا ايش مختلفين لما يصير شبكه اخوك وشبكتك شبكه واحده راح تختلف اي بيات احسنت لازم تختلف الاي بيات طب يا الحبيب انت فهمني الآن أنا شابك إنترنت يعني أنا على ملايين الناس وصاحبي أخوي شابك إنترنت على ملايين الناس وقلنا ممنوع التشابه شلون هذا الآي بي متشابه ورحت عند أخوي شبكة نت متشابه صحيح هذا الكلام ترى شباب ما تزعلوش مني أنتوا يعني درست فصول سابقة كان يطلع طالب طالبين يعني ها يعني أنتوا معقول ما تعرفوا هذه المعلومات طيب شوف يا الحبيب انت فعليا لما تشترك بالاي اس بي بيعطيك عنوان اي بي بابليك شو اسمه بابليك اي بي شو اسمه بابليك اي بي احسنت لما تشترك تروح على الاس تي سي وتدفع الفلوس ويعطيك اشتراك ولا شريحه البيانات بيعطيك بابليك اي بي فعليا انت بتشتري اي بي صحيح مواصفات السرعه وكذا بس فعليا انت لما تدفع الفلوس تدفع عشان تاخذ من الاس تي سي بابليك اي بي طيب انتوا خمسه في البيت مثلا خمسه واحد موبايل وثلاثه لابتوب وهكذا مضبوط مضبوط معنى ذلك انه الاس تي سي بدها تعطيكم كل واحد وشو اي بي مختلف اي بي منفرد بابليك اي بي لكل واحد صح اي نعم معناته ثاني لا. يوم تفتح الاخبار تسمع اعلان افلاس شركه الاس تي سي لا لا تعطي واحد عام والعام هذا يتوزع منه احسنت انت لما تشترك في الاس تي سي اشتراك واحد ويجيبوا لك الراوتر هذا الاشتراك بابليك اي بي واحد يخدم الجميع اللي في البيت يعني انت محليا هذا الاي بي اللي وريتك اياه هذا محلي ولا بابليك بابليك هذا الاي بي اللي انا وريتك اياه قبل شوي له 192 لا هذا محلي هذا محلي هذا الحبيب محلي
سمي راوتر لأنه يربط بين شبكتين مختلفين، شبكة محلية أنشأها الراوتر بينكم وبين بعض في البيت، وزع آيبيات مختلفة عليكم، لكن يعني لما يروح طلبك تبغى تفتح صفحة، تبغى ترسل على الواتس، تبغى كذا، طلبك يروح بالبابليك آيبي. اللي عينا لك إياه، مين عين لك إياه البابليك آيبي؟ مين أعطاك إياه؟ الشركة، شركة الاتصالات اللي اشتركت معها. اذا انت الحبيب البابليك اي بي تبعك وشو غير اللوكال اي بي مالك؟ هذا اللوكال. طب وش يا استاذ، سؤال، وش يا استاذ البابليك اي بي؟ انا مشترك معكم بالانترنت، مش انا قاعد اخاطبكم من خلال الانترنت. الو، ايه وش البابليك اي بي في جهازك؟ وش البابليك اي بي في جهازي؟ ابو اعرف يا اخي، تعال على اي موقع من المواقع وادخل على what is my IP. ابغى اعرف البابليك اي بي مالي، مش اللوكال اللي هذا. شايف كم؟ 93 160 197 180. هذا البابليك اي بي، هذا رقم الاي بي اللي اعطتني اياه الاس تي سي. روح انت ادخل الان وشوف كم، اكتب واتس ماي اي بي بطلع لك. هذا الاي بي اللي يخدم كل اللي في البيت، اي طلب رايح. دكتور الحين لازم كل وشو؟ تفضل دكتور. الحين مثلا لو كلنا بنشوف تفضلك الكل الحين اول رقمين 93 لازم. يا شباب ال 93 قلت لك يرمز الى الدوله او للشبكه، شبكه السعوديه، فعشان اميز ان السعوديه تبدا ب 93 زي ما قلت لك 055 اس تي سي، 059 زين صح، 05 مثلا 4 ولا 3 ولا ما ادري اللي هي موبايل. فانت الان كيف بدك تميز الدول؟ كيف بدي اميز ان هذه الرساله رايحه للسعوديه مش رايحه لامريكا؟ امريكا مثلا 122 ما ادري في 127 وآسف مش 127 121 127 محجوز لفحص الكارت. فاهمين اللي بحكيه؟ فاهمين. بس مستحيل اتحدى اثنين منكم الان يتشابهوا في البابليك اي بي. البابليك اي بي يعني كامل، الرقم كامل. مستحيل على الان على مستوى العالم ملايين الناس قاعد تستخدم الانترنت الان يكون في اثنين انت وواحد اخر متشابهين في البابليك اي بي. مستحيل نفس الاي دي كله كامل، الأرقام كله في الآي بي مستحيل، يعني يكون عنده 93 160 170 180، مستحيل تجد واحد مشابه لي على مستوى العالم، لأنه الآن أنا ضمن شبكة الإنترنت العالمية. طالما ضمن الشبكة العالمية الآي بي لا يتكرر، ضمن الشبكة المحلية الآي بي بين الأفراد لا يتكرر. طب شبكة منفصلة وشبكة منفصلة يتكرر، يتكرر ما له علاقه، هذا داخل لو محليا ما يتكرر وداخل محليا ما يتكرر، بس ممكن تشابه بالصدفه انه والله نفسه هذا منفصل عن هذا. اما الان انا صرت عضو في مين؟ في الشبكه العالميه، ملايين الناس، ملايين الناس. انا يا سيد عزيز مستحيل واحد يتشابه معي طالما انا عضو الان في الشبكه العالميه، ممنوع. تعبت وانا احكي وتعبت وانا افصل في هذا الموضوع وتاخرت كثيرا والله يعين. هذا اذا يا اخوان هو، اذا في البيت عندك الحبيب اللي قاعد تشوفه هذا بابليك ولا لوكال؟ لوكال. لكن البابليك بدك تفوت على موقع من المواقع حتى تشوفه. هل يهمنا البابليك؟ لا. لا يهمنا اللوكال. يهمنا احنا، يهمنا احنا كمستخدمين البابليك. يهمنا اللوكال. يهمنا اللوكال. اقول لك لا يهمك اللوكال ولا يا ابو ايش بدك في اللوكال؟ وانت راح تختاره هو اللي بعين لك اياه من خلال بروتوكول التعيين للبروتوكول الاي بيات اوتوماتيكلي بشكل اوتوماتيكي اسمه دي اتش سي بي، بروتوكول لتعيين الاي بيات اوتوماتيكلي بدون ما انت ما تحدده يدويا. طب تحدده يدويا تحدده، بس هتقع في اخطاء اذا حددته يدويا. يا الحبيب الببليك يفيدنا بشيء؟ الببليك ناخذه بس عشان يوزع اي بيات على المجموعه. لا لا بس ما يفيدنا شيء اخر. لا يفيدنا يا حبيبي، يفيدنا لما تستخدم الفي بي ان
لما تبغى تشترك وانت في الرياض في جدة لازم السيرفر مال الرياض تدخل له واحد يدخل له البابليك، ترى راح يتصل فيك بابليك اي بي ياخذ البابليك منك يكلمك تليفون، وش البابليك اي بي مالك تعطيه عشان يدخل على الرياض على السيرفر ويقول له ترى هذا تسمح له يدخل عليك. يروح الرجال في امريكا يتصل من خلال الفي بي ان مع السيرفر. البابليك اي بي يا حبيبي مهم. لما تيجي تقول انا في الاردن عندي كاميرات ابغى استعرض الان كاميرات التصوير، ابغى اشوف ايش قاعد تشوف الان وانا قاعد في السعوديه، هذا لازم اخذ الاتصال، لازم الكاميرات مشبوكه باتصال انترنت، اخذ البابليك اي بي في الاردن واستخدم برنامج يربط مع من خلال البابليك اي بي في الاردن عشان اشوف ايش قاعد تشوف الكاميرات الان، بيتي في امان ولا في حدا قاعد يحوم حول البيت. فيلزم البابليك اي بي في حالات. خلصنا خلينا نمشي. انترنت بروتوكول، اذا هذا 32 بت حكينا عنه. Each computer on the or device connected to internet ايش لازم يكون؟ ايش لازم يكون عندها؟ انترنت متصل. اي بي عنوان، ولازم يكون يونيك. ايش معنى يونيك؟ مميز ما يكون فيه تشابه نهائيا. مميز. A home computer is given a unique IP address assigned by ISP. سميته انا اللي يعطيك اياه الـ ISP. وش الـ ISP؟ اللوكال الانترنت سيرفيس بروفايدر، مزود خدمة الانترنت. صح؟ مزود خدمة الانترنت. هذا يعطيك البابليك ولا اللوكال؟ بابليك. لا اله الا الله. البابليك يعطيك البابليك. The only IP addresses that remain fairly unchanged are web servers. بقول لك الـ IP ممكن يتغير. الـ IP address ركز معاي ممكن يتغير. شلون يتغير؟ يا الحبيب شلون يتغير؟ أنت مش الآن موبايلك شابك في البيت؟ هلا. حلو، رحت على الجامعة نفس الـ IP؟ لا بتشبك على نفس الـ public IP؟ لا. لا. هذا اشتراك وهذا اشتراك، هذا الاي بي بابليك وهذا فانت حبيبي تغير. لكن في عندك اي بيات لا يمكن تغييرها لانه بتسبب لي مشاكل اذا تغيرت. زي بقول لك الويب سيرفرز، شو المقصود بالويب سيرفر؟ السيرفرات التي تستضيف الصفحات زي جوجل، زي موقع الجامعه. قال لك اذا هذا غيرته كل شوي هذا راح يطرح، راح يقول لك لم يتم العثور على الصفحه. فهذه اي بيات تدفع السير، تشتري تستاجر اي بي من مؤسسه عالميه نسيت اسمها لسيرفرك، لسيرفر الجامعه، تستاجر تدفع فلوس كل سنه عشان تحجز لك هذا الرقم اللي 91 227 24 32 للجامعه. هذا ما يتغير. فاهمين؟ ايه. فالاي بيات تتغير حسب تغيرك للمكان. انت لابتوبك سافرت على امريكا، الاي بي يتغير ولا ما يتغير؟ يتغير البابليك اي بي، بدل ما صار 93 صار 127 كذا 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 كذا. لكن في اي بيات ما تتغير وهي اي بيات السيرفرات. جوجل ما يتغير الاي بي ماله، لانه لو تغير مصيبه، تصير تحاول تفتح البراوزر ما يفتح. رقم الجامعه محجوز ما يتغير، تدفع فلوس عليه الجامعه حتى ينحجز هذا الرقم، يشير الى هذا العنوان اللي هو الاي اي يو. لو تغير ايش يصير؟ ما تعرف تفتح. طبعا اذا تغير الاي بي كل شوي في البراوزر السيرفر مال الفيسبوك ولا كذا، معناته ما راح تفتح الصفحات، ما راح يفتح الفيسبوك. طيب an IP address can be used instead of typing in full URL. حكينا عنها قبل شوي. بدل ما انت تكتب www.iau.edu تستطيع تكتبها من خلال وشو؟ الاي بي. اذا كان عندك، والله ما عرفتها بتروح الموقع اللي وريتك اياه بالفيديو اذا لما ننزلها وبتعرف. زي جوجل طبعا اليو ار ال هو ايش؟ يونيفورم ريسورس لوكيتر، اللي هو عنوان السيرفر. زي جوجل ممكن تكتب جوجل، ممكن تكتب جوجل ايش بالارقام اذا كنت تعرف هذه. ناتي الى اخر 3 دقائق يا شباب لهذا السلايد، وانا تاخرت جدا بس ايش اسوي؟ الشك والله.
أنا ماشي بطيء، مستقبلا راح أمشي سريع، واللي عنده أي استفسارات خارجية ما راح أفصل بهذا التفصيل يا شباب اعذروني. في عندي إشي اسمه الماك أدرس، حدا يعرف الماك أدرس اللي هي الميديا أكسس كنترول أدرس. الماك أدرس هو عنوان فيزيائي. إيش معنى فيزيائي؟ جسيمي، يعني عنوان مادي زي بصمة الإصبع. طيب ليش أستاذ؟ إيش الفرق بينه وبين الآي بي؟ نفس اللي في الجوالات والكمبيوتر حقك، بس في اي دي. كل كروت الاتصالات اللي هي الكوميونيكيشن ديفايسز، كرت الشبكه، الواي فاي، كرت الشبكه، الواير، كرت كل كروت الشبكات ووسائل، لازم كلها يكون لها ماك ادرس. يعني انا كرت الشبكه مالي اللي قاعد بالواي فاي الان، وين اعرفه؟ شلون تعرفه؟ تروح على نفس المكان، طالع يا الحبيب الستيتس، طالع يا الحبيب الفيزيكال ادرس لكرت الواي فاي مالي، وشو هذا الرقم؟ كم خانه؟ 1 2 3 4 5 6 خانات، كل خانه رقمين عشريات ولا سداسي عشري؟ هذا سداسي عشري، يعني دول 8 بت. بس للتسهيل كل 4 بت، معاي انتوا يا شباب؟ ايوه معك يا دكتور. كل 4 بت تمثل برقم سداسي عشري، روح لانظمه السداسي عشري عاد. يعني عندك العشرة تمثل بايه اذا كان 4 بت وهكذا. خلاص الحديث، هذا الرقم ركز معاي، رقم فيزيائي، مين حطه ومين خزنه؟ اللي صمم الجهه، شركه. أحسنت، الشركة المصنعة لكرت الشبكة عندك حطت رقم مميز لهذا الكرت، لا يمكن تغييره ولا حذفه ولا 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 يمكن تشابهه مع أي كرت على مستوى الكرة الأرضية، يعني زي السيريال نمبر. أحسنت، الله يرحم والدنا والديك، زي السيريال نمبر. هذا الكرت رقمه ممنوع يتشابه مع أي كرت في الكون في الكرة الأرضية، لأنه يتشابه بيسبب لي مشاكل، زيه زي بصمة الإصبع. هل تتشابه بصمة الإصبع مع إنسان آخر؟ لا. نفس الفكرة. طب وش الفرق بينه وبين الآي بي؟ مين الذكي اللي يقول لي؟ دكتور آه، الاي بي هو اللي يتغير اذا شبكت بشبكه مختلفه عن مدارات محليه. الاي بي بتغير حسب المكان. انا الان داخل المملكه في الدمام في كذا، ماخذ اي بي يبدا ب 93، الشبكه الدمام اس تي سي اللي في الدمام 127 227، الشبكه وهكذا. حتى طب غيرت مكان ورحت على جده بيطلع 93 مش 227، ممكن يطلع 210 كذا كذا. اذا انا الاي بي بتغير حسب مكاني، صح؟ نعم. اما هذا الحبيب ما يتغير نهائي، هذا بصمه اصبع. واضح فهمي، الحمد لله. بس الشيء اللي ما انتم فاهمينه هو ليش يا شباب، وما هي وظيفه الماك ادرس؟ قبل شوي حكيت لك انه البابليك اي بي يخدم كم اتصال؟ كم اتصال يخدم البابليك اي بي؟ كم شخص في البيت؟ صوتي يقطع. بقول كم شخص يخدم في البيت البابليك اي بي؟ البابليك اي بي اللي تيجي من الاي اس بي، كم شخص في البيت عندك؟ على حسب الشركه كم تسمح. قلت لك البابليك اي بي يخدم اكثر من واحد، صح؟ 5 10 20. طب اذا انت قاعد تفتح صفحه، شلون عرف انه جهازك اللي طلب هذه الصفحه؟ مع انه طلع طلبك ببابليك اي بي واحد، يعني ان جهاز الماك. احسنت، يعرف اللي طلب هذا الطلب فتح الملف او فتح الصفحه من خلال الماك ادرس. عرفت ايش وظيفته؟ اي نعم. عرفت كيف يميز بينكم في البيت؟ إيه. طلباتك رايحه ببابليك اي بي واحد، اخوك فتح صفحه وانت وابوك فتح صفحه، كلكم رايحين ببابليك. كيف عرف انه هذا الجهاز؟ لا، هذه الصفحه مش لفلان، هذه لوالدك، لانه هذه ميزها بالماك ادرس، هذا الكرت اللي طلب الطلب، رقم الكرت هذا اللي طلب الطلب. فالفيزيكال ادرس هو يونيك نمبر ذات ايدنتيفايز، يميز الديفايس كونكتد تو انترنت and usually written in the form or reticle form whereas IP. هل في دلالة
في دلاله لهذا الرقم يعني في يعني الاي بي مثلا 93 عرفنا انه معناها السعوديه، 121 معناها امريكا الرقمين الاولى. في دلاله يعني هل هذا يدل على شيء لما واحد يقول لك والله الماك ادرس مالي كذا كذا يدل على شيء يدل على المنطقه؟ لا ما لا ما يدل يا اخوي، هذا بس رقم تسلسلي، رقم تسلسلي ما يدل على شيء. هذا مثل بصمة الأصبع ما له فائدة لأنها شيء مميز. طيب آخر بس جملتين وأروح بعدين أخذ حضور غياب. الآي بي آدرس بضرب لك مثال عشان شبه لك يا زي الهاوس you live in will have some unique way of إيش identifying it such as إيش postal code. أنت رجال قاعد في البيت صح؟ مشترك مع البريد السعودي، البريد السعودي هذا رقمك الآن تعطيهم البوست أوفيس صح؟ رقمك البريد السعودي في البيت هذا ثابت صح مضبوط؟ نعم. لو نقلت على بيت ثاني يبقى نفس الرقم؟ لا طبعا. انت اذا حسب هذا اي بي، حسب المكان يتغير ايش رقمك البريدي. ايه فهمت؟ حسب المكان، رحت على السعودية، رحت على جدة، رحت على الرياض يتغير، رحت على بيت اخوك يتغير. بينما الماك ادرس بضرب لك مثال انه هو الاشخاص اللي قاعدين في البيت لما رحلوا من بيت لبيت، لما رحلتوا من بيت لبيت هل انتوا تغيرتوا؟ بدل ما اسمك محمد صار اسمك خالد؟ لا. لا اذا انت رجال افراد الاشخاص هذول الماك ادرس يعني وين ما يروح يبقى ثابت، اما عنوانك البريدي لما تنتقل من بيت الى بيت يتغير حسب المكان. وناخذ حضور غياب وطولنا كثيرا واعذروني، خلينا نوقف بس التسجيل.